بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي جماهير الاهلي العظيمه، جماهير اعظم نادي في الكون، اهلا ومرحبا بكم على قناتكم قناه النادي الاهلي واستوديو جديد من استوديوهات النادي الاهلي، ومباراه مهمه جدا جدا مع بيراميدز الوصيف، ومباراه بيسعى فيها النادي الاهلي ان شاء الله للفوز والحفاظ على سجله خالي من الهزائم ان شاء الله للموسم الثامن في تاريخه باذن الله. قبل كده 7 مرات النادي الاهلي اخذ اللقب بدون ولا هزيمه، ان شاء الله تبقى دي السنه الثامنه. في البدايه بتقدم بكل الشكر والعرفان لكل من واساني في وفاه ابن شقيقي، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويصبرنا على فراقه. قبل ما نروح نتكلم على ماتش النهارده هنروح لزميلنا فاروق صلاح من فندق الاقامه نتعرف منه على اخر الاجواء ونرجع لحضراتكم مره اخرى. برحب بكابتننا الكبير الكابتن ايمن شوقي، برحب بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وخليني في البدايه كابتن ايمن اتقدم لك بخالص العزاء وخالص العزاء من كل جماهير النادي الاهلي لوفاه نجل شقيقه حضرتك، نتمنى له ان شاء الله يا رب ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم جميعا الصبر والسلوان. طبعا يا كابتن ايمن احنا موجودين هنا في مقر اقامه فريق النادي الاهلي واخر استعدادات فريق النادي الاهلي لمواجهه فريق بيراميدز في المباراه المؤجله من الجوله 28 لبطوله الدوري اللي حسمها النادي الاهلي خلاص، ويعني النادي الاهلي حسم درع الدوري وتسيد الكره المصريه والكره القاره الافريقيه، ودي من النقاط المهمه جدا للنادي الاهلي هذا الموسم، موسم تاريخي للنادي الاهلي من كافه الوجوه وعلى كافه الاصعده. يعني نقدر نقول النادي الاهلي بدا استعداده لهذه المباراه عقب مباراه حرس الحدود، اللي يعني خليني اقول لك برضو من الكواليس ان مستر مارسيل كولر سيطر عليه حاله من الزعل الشديد والغضب للتعادل الاخير مع فريق حرس الحدود، كان يمني النفس في تحقيق انتصار على فريق حرس الحدود واستكمال سلسله الانتصارات والوصول للنقطه رقم 90 لكسر هذا الرقم، وكان بيقول للاعبين ليه ما تكونوش انتوا الجيل التاريخي في الكره المصريه وفي النادي الاهلي اللي يحقق 90 نقطه، ارقام كتير جدا كان يامل مستر مارسيل كولر ان هو يحققها هذا الموسم في ظل الموسم التاريخي، وهو يكون واحد من افضل البدايات لكل كافه المدربين في تاريخ الكره المصريه، وهي اعظم بدايه لمدير فني في تاريخ النادي الاهلي هي بدايه مستر مارسيل كولر. يعني بعد المباراه والتعادل زي ما قلت لحضرتك الغضب اللي سيطر عليه، استأنف تدريباته تاني يوم في تمام الساعه 9 صباحا، اتكلم مع اللاعبين وشدد ووصل للعيبه حاله الزعل اللي لدى مستر مارسيل كولر، وقال الاجواء الاحتفاليه الخاصه بمباراه حرس الحدود شغلت اللاعبين وسيطرت على تفكير اللاعبين، وده امر مش هسمح بيه تاني خلال الفتره القادمه. احنا مقبلين على موسم صعب جدا، موسم فيه تحديات كتير جدا ما بين السوبر الافريقي ودوري السوبر ايضا الافريقي وكاس العالم للانديه والسوبر المصري والدوري، وفي يعني مشاركات محليه ومشاركات دوليه سواء مع النادي الاهلي او مع المنتخبات الوطنيه، شدد على اللاعبين بهذا الامر، قال مش هقبل بهذا الامر مره ثانيه، ويتكلم مع اللاعبين على ضروره المطلوب منهم خلال الفتره القادمه خاصة مباراتي بيراميدز ومباراة المصري. بعد التدريب منح مستر مارسيل كولر الفريق راح لمدة 24 ساعة، ثم استأنف تدريباته بالأمس على استاد مختار التتش، عقد محاضرة بالفيديو مع اللاعبين، اتكلم طبعا على أهم النقاط الفنية ونقاط القوة والضعف خاصة بفريق بيراميدز، ويعني أشاد بفريق بيراميدز وقال هي مباراة القمة، هي مباراة ما بين الأول والثاني، شدد على ضرورة تحقيق الانتصار، التركيز من أول دقيقة لآخر دقيقة، عدم إهدار الفرص، ودي نقطة قدامها كتير مستر مارسيل كولر على اهدار الفرص، وقال يعني ضروره استغلال انصاف الفرص، احنا بنهدر كم كبير جدا من الفرص، النادي الاهلي عنده فعاليه هجوميه كبيره جدا وبتوصل للمرمى كتير، لكن الفعاليه الهجوميه ما بتبقاش بالصوره المطلوبه ولا بالشغل الفني اللي بيحصل في ارض الملعب، شدد على اللاعبين على ضروره استغلال انصاف الفرص، ضروره التهديف من يعني في اول 10 دقائق، ضروره احراز هدف مبكر يسهل على الفريق عمليه اللقاء وضروره يعني الفوز في هذه المباراة. ثم استأنف التدريب، كان في جلسة جمعت ما بينه وما بين هاري المدرب العام وتيتسيان اندويا مخطط الأحمال، طبعا وقف على بعض الأمور وخاصة باللاعبين اللي محتاجين ياخدوا راحة، وبالتالي هو فضل إراحة بيرسي تاو ومحمود كهربا
ومحمد هاني من هذه المباراه، لكن اغلب العناصر يعني كل العناصر الاساسيه للنادي الاهلي والتشكيل الاساسي للنادي الاهلي هيخوض بهذه المباراه. بوجود كافه العناصر الاساسيه لفريق النادي الاهلي في هذه المباراه هتكون طبعا هي كلمه السر في هذه المباراه. طبعا مستر مارسيل كولر زي ما قلنا فضل ان هو يريح بيرستاو وكهربا ومحمد هاني، لكن خالد عبد الفتاح موجود في مركز الظهير الايمن، وايضا موجود يعني عوده مروان عطيه ان شاء الله للتشكيل الاساسي للنادي الاهلي، محمد شريف في مركز راس الحربه. دي كانت من يعني من اهم النقاط الفنيه اللي اتكلم والاستعدادات الفنيه الخاصه بالفريق لهذه المباراه. طبعا استأنف التدريب مستر مارسيل كولر في بعض الجمل الفنيه او الجمل الخططيه اللي طالبها من اللاعبين وضروره تنفيذها في هذه المباراه اللي نتمنى ان شاء الله تتحقق في ارض الملعب النهارده والفريق يكون قادر على تحقيق الانتصار. على الجانب الاخر عايز اقربك من معسكر فريق بيراميدز يا كابتن ايمن. طبعا استعدادات باتشيكو المدير الفني والفريق لهذه المباراه اللي يعني بيتحفز في هذه المباراه لمواجهه النادي الاهلي، وقال ان النادي الاهلي واجهنا هذا الموسم في ثلاثه مواجهات في الدوري وفي كاس مصر وفي السوبر، النادي الاهلي حقق الانتصار في الثلاثه مواجهات، لازم النهارده ان فريق يعني في كلامه مع اللاعبين ان هم يحققوا الانتصار النهارده ويخسر سلسله اللا هزيمه بالنسبه لفريق النادي الاهلي في هذه المواجهه. طبقا للتدريب الاخير التشكيل هيكون بنسبه 99 بالنسبه لفريق بيراميدز في هذه المواجهه كابتن ايمن. هيكون احمد الشناوي في حراسه المرمى، قدامه اثنين مساكين احمد فتحي واحمد سامي، في اليمين محمد الشيبي، في الشمال محمد حمدي، في نص ملعب الثلاثي محمود دونجا واحمد توفيق ومحمود صابر، قدامهم مثلث هجومي مكون من ابراهيم عادل ومصطفى فتحي وفقري لقاي. ده التشكيل الاقرب بنسبه 99% بالنسبه لفريق بيراميدز لهذه المواجهه. يوم النادي الاهلي النهارده يا كابتن ايمن يوم اعتيادي، تناول اللاعبون وجبه الافطار في تمام الساعه 10 صباحا، ثم فتره التدريبات الخفيفه لمده ربع ساعه، ودي من النقاط اللي حريص عليها مستر مارسيل كولر مع اللاعبين طبعا بالتنسيق مع تيتسيان اندويا مخطط الاحمال، ثم وجبه الغداء كانت في تمام الساعه 4 ولا نصف، ثم المحاضرة الفنية واللي بيتكلم فيها مستر مارسيل كولر مع اللاعبين على اخر النقاط الفنية واخر التعليمات اللي طالبها من اللاعبين، وبيعلن من خلالها التشكيل اللي هيخوض بهذه المواجهة، ثم التحرك الى ملعب المباراة اللي بيبعد عن مقر اقامة فريق النادي الاهلي من 5 لـ10 دقائق. يوم مهم جدا ويوم مميز ان شاء الله، نتمنى فيه كل التوفيق لفريق النادي الاهلي، وفريق النادي الاهلي ان شاء الله يحقق انتصار على فريق بيراميدز. من جديد تعود الكلمة للزميل العزيز الكابتن ايمن شوقي. شكرا جزيلا للزميل العزيز فاروق صلاح. طمنا مع فاروق عن كل الاجواء، ولكن في كلمه او في جمله قالها فاروق ان مستر كولر عنف اللعيبه على النتيجه الماتش اللي فات. الاداء للنادي الاهلي كان متسيد المباراه تماما، خلق فرص كتير، اهدر العديد من الفرص، وده اللي يعني اتكلم فيه مستر كولر في اكتر من مناسبه. النهارده قمه جديده، ماتشات الاهلي وبيراميدز زي ماتشات الديربي كده بين الاهلي والزمالك. جمهور النادي الاهلي بيبقى طمعان دايما في المكسب في الماتشات بتاعت الديربي، وخصوصا الماتشات اللي هي هنقول حديثه، لان بيراميدز ملوش تاريخ قديم في البطوله، هو فريق حديث العهد، ولكن بعض الظروف المصاحبه للفريق تخلي عندنا احنا كجماهير النادي الاهلي ان دي مباراه مهمه جدا جدا جدا، والنادي الاهلي بيحب يكسب الماتشات اللي زي دي وبيحب يكسب كل الماتشات، ولكن الماتشات دي بتبقى ذو اهميه خاصه حتى لو كنت حاسم البطوله. فعشان كده النهارده ان شاء الله نتمنى باذن الله المكسب للنادي الاهلي. مستر كولر لما اتكلم مع اللعيبه يمكن هو مستر كولر بيدور دلوقتي على حاجه تاني. احنا النهارده بنلاعب الوصيف، يعني النادي الاهلي هو البطل، بيراميدز هو الوصيف، الفريقين هيمثلوا مصر باذن الله في دوري ابطال افريقيا. الثالث والرابع الزمالك وفيوتشر هيمثلوا مصر في الكونفدراليه. ولكن مستر كولر عايز ينهي الموسم بدون هزيمه. بالمناسبه خلينا اكلم حضراتكم على بعض الارقام في بطوله الدوري. بطوله الدوري العام طبعا ابتدت 48-49 بنفس شكل النسخه القديمه اللي النادي الاهلي احتفظ بيها 34 مره او فاز بيها 43 مره، سوري انا اسف، 43 مره. 43 مره، السنه دي رقم 43. النادي الاهلي اول 9 مواسم من البطوله فاز بالبطوله 9 مرات متتاليه، دي من التواريخ التي لا تنسى. التواريخ التي لا تنسى. النسخه الجديده او النسخه الجديده اللي هتلعب السنه الجايه هيبقى شكل درع جديد. الدرع ده اول بطوله فاز بيها النادي الاهلي. واخر بطوله
بالنسخة القديمة للدرع فاز بيها أيضا النادي الأهلي. كنا نتمنى كجماهير أن يحتفظ بالدرع القديم النادي الأهلي، ولكن اتحاد الكرة ليه رأي تاني وهيحتفظ بيه في حتة تانية، وأعتب عليهم المنظر. طبعا كل حاجة كانت حلوة الماتش اللي فات في الاحتفالات، إلا المنظر السيء أن هم جايبين الدرع في كيس أسود. يعني تؤخذ على اتحاد الكرة، كان ممكن الشكل يطلع بطريقة أحلى من كده وأجمل من كده كتير جدا جدا جدا، وعلى فكرة مش عايز وقت كتير، ولكن اللي جاي أحسن إن شاء الله أو اللي جاي أفضل. بالمناسبة السنة دي، علشان برضو أنا بدي العذر للعيبة وبدي العذر للجهاز الفني، السنة دي طولت قوي 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 قوي، وكان فيها ضغوط كبيرة جدا جدا على الجهاز الفني ولاعيبة النادي الأهلي والمنظومة ككل، ولكن الحمد لله رب العالمين البطولات كلها فاز بيها النادي الأهلي حتى الآن، الحمد لله رب العالمين، وتبقى بطولتين إن شاء الله، كأس مصر، ودي عندنا مباراة مع الداخلية بإذن الله يوم 30 يوليو، وإن شاء الله إن شاء الله الفوز يبقى للنادي الأهلي في مباراة المصري في الدور قبل النهائي يوم في الدور الثمانية يوم 3 أغسطس، والكسبان يلاعب إنبي إن شاء الله في الموسم الجديد بقى بإذن الله رب العالمين، الموسم الجديد اللي إحنا مش عارفين هيكتمل إزاي. في الموسم الجديد النادي الأهلي عنده بطولات أكتر من السنة اللي فاتت. يعني إحنا السنة اللي فاتت كنا بنشتكي من ضغوط، كنا بنشتكي طبعا الفترة الأخيرة كل يومين وكل ثلاثة مباراة، وفي عايز برضه يعني دي يحس بيها لعيبة النادي الأهلي أو اللعيبة اللي جوه الملعب أو الجهاز الفني. بعض الأحيان لما بتحسم البطولة مبكرا أو بتحسم البطولة ويتبقى بعض المباريات، الحافز ما بيكونش يعني شديد قوي، أو الدوافع أو الحوافز ما بتكونش شديدة قوي زي ما أنت قبل البطولة عايز تحسمها. يعني قبل الحسم حاجة وبعد الحسم حاجة تانية. احنا عندنا هدف ان احنا نكمل البطولة بدون هزيمة ان شاء الله، ويبقى ده العام الثامن للنادي الاهلي في تاريخه في ال 43 بطولة بتاعت الدوري، وهنتكلم عنها بعد كده بالسنين بالظبط، ولكن يبقى العام الثامن ده انت عملت حاجة اسمها بطولة ذهبية او لقب ذهبي، ان انت خلصت الموسم بدون اي هزيمة. ده حافز، ولكن انا من جوايا حاسس ان اللعيبة كل يومين ثلاثة، ده احساس لعيب كل يومين ثلاثة ضغط جامد جدا عليهم، حتى وإن كان التدوير، ولكن التدوير في نطاق ضيق على فكرة. يعني احنا كنا متوقعين في بعض الأوقات ان مستر كولر هيريح مجموعة كبيرة جدا جدا من اللعيبة على أساس ان هو يستنى بقى الموسم الجديد اللعيبة تاخد نفسها شوية، لأ هم كان عليهم عيب جديد أصلا. ولكن للأسف في ماتش كاس يوم 30، فاللعيبة دي لو ريحت فترة هيتعمل لها فترة إعداد من أول جديد، مفيش وقت للكلام ده. عندك ماتش كاس يوم 30، وعندك ماتش كاس تاني ان شاء الله يوم 3 اغسطس. فالوضع الطبيعي هيتعمل تدوير في نطاق ضيق، علشان اللعيبه ديت عندها لسه ماتشات في بطوله تانية وبطوله مهمه انت عايز تضيفها للبطولات بتاعتك السنه دي. وبالتالي مستر كولر مش قادر يريح المجموعه او العناصر الاساسيه او العناصر المجهده او المتعبه اللي كانت بتلعب بطريقه مستديمه. ربنا يكون في عونه. انا بتكلم على احساس بقى اللعيب في الملعب. انا خدت البطوله، مش عايز اخسر. انا وضعي كلاعب في النادي الاهلي مش عايز اخسر اي، ده احنا في التدريبات مش عايزين نخسر في التقسيم، ولكن الدوافع بتقل شويه، الحافز بتقل شويه، لانك انت واخد البطوله. النهارده ان شاء الله باذن الله رب العالمين نتمنى تجديد الدوافع والحوافز، لان انك انت تنهي من غير هزيمه، وخصوصا النهارده انا بقول لحضراتكم ده زي مباراه الديربي. يعني النهارده ان شاء الله يكون المكسب باذن الله لرابع مره في الموسم للنادي الاهلي على بيراميدز ان شاء الله. احنا تقابلنا معاهم ثلاث مرات، في الثلاث مرات تفوق النادي الاهلي هذا الموسم على بيراميدز في بطولات مختلفه، دوري، كاس مصر، كاس سوبر. في البطولات المختلفه ثلاث مباريات تفوق فيها النادي الاهلي على بيراميدز ان شاء الله. ان شاء الله تكون المواجهه الرابعه دي باذن الله هذا الموسم من نصيب النادي الاهلي. خلصنا من مش ما خلصناش من الماتش، بس احنا بنتكلم على الاجواء. احنا بنتكلم على بطوله افريقيا، بطوله الدوري، بطوله الكاس. بالمناسبه الاتحاد الافريقي هيعمل القرعه للنسخه الجديده دوري الابطال والكونفدراليه يوم الثلاثاء الجاي ان شاء الله. كان بيتقال الاول عشان النادي الاهلي بيلعب في السوبر الافريقي، دوري افريقي اسمه الدوري الافريقي، واخدين احسن 8 وبينهم وبين بعض هيلعبوا دوري في شهر اكتوبر، فكان في كلام بيقول ان
الانديه دي مش هتلعب دور ال 32، ولكن رجع الاتحاد الافريقي مره ثانيه في كلامه وقال ان الانديه دي هتلعب في دور ال 32، مش هتلعب كالعاده يعني، مش هتلعب في الادوار التمهيديه. هنعرف يوم الثلاثاء ان شاء الله مين اللي هيواجه النادي الاهلي في دور ال 32 للبطوله. لكن قبل القرعه بقى وقبل الاحداث بتاعه البطولات الافريقيه، كان في بعض المسؤولين قالوا انهم يعني، انا بتكلم في حاجه حصلت ومش عارف ايه اللي حصل فيها بعد كده، هل كان فيها متابعه ولا لا. بعض المسؤولين قالوا ايه في احد الانديه اللي هم بيقولوا انديه منافسه او نادي منافس، قال لك هيقدم شكوى للاتحاد الافريقي علشان عايزين يلعبوا في دوري الابطال، رغم انهم لا اول دوري ولا تاني دوري. لكن كان ساعتها حجتهم ان اشمعنا النادي الاهلي انهى الدوري الموسم اللي فات في المركز الثالث وشارك في دوري الابطال وكمان فاز بالبطوله، يعني خلي بال حضراتكم، لا وكمان فاز بالبطوله. هم طبعا مستكترين علينا ان احنا فزنا بالبطوله عشان احنا كنا ثالث دوري ولعبنا في البطوله، وتناسوا او تجاهلوا او تعمدوا ان هم يتجاهلوا ان اللوائح ساعتها كانت بتقول لحد نهايه الدور الاولاني هتحسب النتائج للانديه اللي هتكمل في البطولات الافريقيه، وكان النادي الاهلي ساعتها في المركز الثاني وكان من حقه المشاركه في البطوله الافريقيه، لان دي النتائج اللي اتخذت عليها علشان المشاركه في البطولات الافريقيه، لان الدوري والكاس والموسم كانوا مطولين لسه. هم بقى كل كانوا تفكيرهم وكل الكلام اللي كانوا بيقولوه ان احنا عايزين نشارك في دوري الابطال زي الاهلي السنه اللي فاتت. ركز معايا حضرتك، مش علشان هم يستحقوا ولا لا، لا هو بيقول لك ايه، علشان نلعب في دوري الابطال زي الاهلي السنه اللي فاتت. الازمه مع مين؟ الازمه مع النادي الاهلي بس. مع احترامنا لهذا النادي، احنا بنحترم كل الانديه وكل المسؤولين، مع احترامنا لهذا النادي، لكن في مسؤول بيقلل منه جدا. هو يعني ايه زي الاهلي؟ يعني انت بتتكلم علشان الاهلي او زي الاهلي، واشمعنى الاهلي؟ هو المشكله هنا ان هل حضرتك تستحق ولا لا تستحق؟ هو مجرد سؤال. انت ليك الحق انك تلعب في دوري الابطال ولا مالكش الحق؟ طب احنا كنا عايزين بس نسالهم، طب عملتوا ايه في الشكوى؟ احنا عايزين نعرف النتيجه بس. القرعه يوم الثلاث، وقال لك من حقنا ان احنا نلعب في البطوله. طب ما القرعه هتتعمل يوم الثلاث، عشان بس لو القرعه اتعملت الاتحاد الافريقي مش هيرجع يتراجع بعد كده. فارجوكم، انا بتكلم على المسؤولين او المسؤول اللي بيتكلم بالاسلوب دوت في النادي ده، يعني كثف الصريخ شويه الفتره اللي جايه قبل بس القرعه ما تتعمل يوم الثلاث، عشان يمكن تجيب نتيجه وتلعبوا في دوري الابطال. ده سؤال بس خطر على بالي، لان اتكلم فيها ناس كتير جدا، وللاسف بعضهم من نجوم كره القدم للاسف، وناس من المفترض انها بتتكلم في الكوره كويس او بتفهم على الاقل كوره، قالوا كتير جدا انهم هيتقدموا بشكوى الكاف، ومن حقهم. الغريبه ان هم ادوا كمان الحق لانفسهم. فانا بس بسال وبقول يعني نعرف النتيجه قبل القرعه، لان هي كل حجتهم ومبررهم اشمعنا الاهلي بس، اشمعنا الاهلي. طب انت لو بتبص للاهلي اتعلم من الاهلي، يعني انت عمرك ما هتتقدم لانك ما بتبصش لنفسك، انت بتبص للنادي الاهلي. طب ما انت عشان تتقدم خطوه بس، بص للنادي الاهلي بيعمل ايه. لو عايز تنجح خد منه حاجه عشان الاهلي يشدك معاه، انت عمرك ما هتشد النادي الاهلي لورا. دي ازمه، وازمه ثقه عند كل المسؤولين او كل اللي بيتكلموا بالاسلوب ده في النادي ده. عندي ملاحظه تانية، والحقيقه الملاحظه واضحه قدام كل الناس. احنا كنا بنتكلم في الفترات السابقه على التنمر بصفه عامه، دلوقتي بقى التنمر من المسؤولين في النادي ده علانية على لعيب النادي الأهلي، بالبلدي تقطيع في لعيب في النادي الأهلي، أو بمعنى أصح تنمر وتقطيع
في على صفقات الاهلي الجديده. بيطلع مسؤول في نادي وهو مش مسؤول على فكره. هو كان مسؤول وبيدعي حتى الان انه ما زال مسؤول. والنادي بيقول ان هو منافس للاهلي بحكم الارقام، احنا جبنا لكم جبنا لحضراتكم قبل كده الارقام. تاني غير انك منافس، منافس يعني انا واخد الدوري مثلا او البطولات 50 60 مره، انت واخدها مثلا 40 50 مره. جبنا لحضراتكم بالارقام الفروقات الكبيره بين النادي الاهلي واي نادي تاني بما فيهم صاحب المركز التاني او اللي بيليه على طول. المسؤولين او المسؤول ده بيطلع يتكلم بيقول كلام عيب انه يصدر من مسؤول او كان مسؤول. عيب انه يصدر اصلا من ناس كبيره التام في اعراض. كان في الاول بيهاجم وبنتكلم بيتكلم على محمود كهربا، وكان ماده دسمه للراجل بطريقه رهيبه، الراجل المسؤول اللي انا بتكلم على اللي كان مسؤول مش المسؤول اللي كان مسؤول. والقناه التابعه ليه ليل ونهار، كهربا راح، كهربا عمل، كهربا دخل الحمام، كهربا مش عارف عنده ايه، كهربا اتخانق، اصل كهربا مستوى وحش. كهربا ده على فكره لعيب في النادي الاهلي مش في لعيب في نادي منافس. كهربا رايح فين؟ اصل كهربا شفناه امبارح مش عارف فين سهران، لا كهربا راح فرح، كهربا بيغني، كهربا هيمشي من النادي الاهلي، الاهلي هيغدر بكهربا. كهربا جنن الناس دي. انا بكلم بصفه عامه، ولكن هم في الفتره دي كان كهربا منهج بيتم تدريسه في النادي ده وفي القناه بتاعتهم. هو ضحك طبعا، مش عايز اقول ضحك على الجماهير، لان الجماهير واعيه، حتى جماهير المنافس واعيه وعارفه ان المسؤولين او المسؤول ده عايز ياخدهم في حته تانية خالص، عايز ياخدهم في حته تانية علشان ما يتكلمش على الفشل اللي حاصل السنه دي بالنسبه للناديه. هو واخد الجمهور في حته بعيده خالص، ما تتكلموش في اي حاجه، لا صفقات لا نتائج للنادي السنه دي، لا احنا بنتكلم الفتره دي او السنه دي على النادي الاهلي وبعض اللعيبه اللي في النادي الاهلي. كهربا ساكت، كل ده ساكت، بيرد في الملعب. كهربا كان بيرد في الملعب، بيجيب اجوان وربنا كان موفقه، ده كان الرد. وهو الفتره اللي فاتت كلها كان كهربا رده في الملعب مش في حته تانيه خالص. الفترة الأخيرة بقى ضافوا الكهرباء واحد جديد للنادي الأهلي اللي هو إمام عاشور. ما بقالناش 3-4 أيام وهات يا تقطيع وتنمر في إمام عاشور. المسؤول ده أو اللي كان مسؤول اتكلم. أنا بس عايز أوري حضراتكم برضو الفرق بين مسؤول ومسؤول. اللي يقول لك ده كان جاي بشبشب، ده كان جاي حافي، مش عارف ده عمل ايه، لا ده لسه كمان يا امام عاشور انت شفت اللي اتعمل شويه في كهربا. انت برضو هتكون منهج ومحل دراسه في المنهج عندهم، ده منهج معتاد من اللي كان مسؤول ده والتوابع بتوعه وهزاز الرؤوس، مش هيتغير مش هيتغير. والفيلم متكرر وكلام خلاص حمضان بقى، خلاص زهقنا من الكلام ده. هو عايز يبيع الوهم لجماهيره، يغلط وغيره يشيل. احنا شفنا وشفنا، مش عايز اتكلم على النادي الاهلي، النادي الاهلي ما بيبصش غير للنادي الاهلي ومصلحه النادي الاهلي. كل المسؤولين في النادي الاهلي بيعملوا هي مصلحه النادي الاهلي لحد، علشان بس برضو عايز اوري حضراتكم الفروقات. عمر ما حد، مش رئيس مجلس اداره، مش رئيس مجلس اداره، عمر ما مسؤول حتى في جهاز فني كان فيه مشكله مع لعيب او لعيب ساب النادي او لعيب راح نادي تاني وطلع واحد من النادي الاهلي، حتى لو عامل غرفه الملابس، مع احترامي للجميع، مع احترامي لعامل غرفه الملابس اللي على راسي من فوق، ما طلعش قال ده كان جاي بشبشب، ده كان جاي ببنطلون مقطع، ده كان جاي حافي، هو نسي نفسه ولا ايه، ده هو ومش عارف مين كانوا بيعمل. عمر ما حد في النادي الاهلي أخطأ في حق لعيب أخطأ في حق النادي الأهلي، لأن اللي بيخطئ في حق النادي الأهلي بيخطئ في نفسه أولا. ده الغلط، بالعكس ده احنا بنبقى مشفقين على الناس اللي سابت النادي الأهلي، مشفقين عليهم لأن احنا حاسين بإحساسهم. عمرنا ما شفنا مسؤول
طلع في النادي الاهلي مش مسؤول، بقول لحضراتكم حتى لو عامل غرفه ملابس، عمره ما طلع غلط اتكلم على لعيب مشي من النادي الاهلي. لكن احنا بنتكلم على اللي بيحصل من تطاول الفتره اللي فاتت وتجاوزات في حق لعيبه متواجده في النادي الاهلي، وشفنا ده مع كهربا والفتره دي والفتره اللي جايه مع امام عاشور، مع ان احد اللعيبه السابقين هو صاحب برنامج طلع قال ايه؟ ده عادي، ده احنا في عالم الاحتراف، ايه المشكله؟ دي مش مشكله نادي الزمالك، ومن حق النادي الاهلي انه ياخد اي لعيب طالما متاح ليه انه ياخده. وبعدين هو اصلا امام عاشور النادي الاهلي خده من نادي الزمالك؟ ده المسؤول ده هو اللي قال كده، ده مذيع في مقدم برامج هناك قال كده بالظبط، انا شايف ان من حق النادي الاهلي ياخد امام عاشور، لان امام عاشور ما خدوش من نادي الزمالك، هو خده من ميتلاند الدنماركي. عموما دي حاجات كنت عايز اتكلم عليها عشان تعرفوا بس الفروقات بين النادي الاهلي وبين اي انديه تانية، حتى وان كان النادي اللي بيطلق على نفسه ان هو نادي منافس. شوف الفرق بين المسؤولين هنا وفرق بين المسؤولين هنا. نروح بقى لماتش النهارده، اكيد مباراه قويه جدا جدا، بعيدا بقى عن انها غير مؤثره في ترتيب الدوري. اولا النادي الاهلي في المركز الاول وبيراميدز هيفضل في المركز الثاني، ولكن هتظل هذه المباراه او هذه المباراه هتمثل تحدي قوي جدا وتحدي كبير جدا جدا للفرقتين. الفرقتين عندهم لعيبه كبار، عندهم لعيبه اصحاب مهارات، بالاضافه زي ما قلت لحضراتكم قبل كده انها قمه حقيقيه بين بطل الدوري نادي الاهلي والوصيف. نادي الاهلي عنده اهداف، الحماس قل شويه، مش عايز اقول الطموح لان الطموح دي يعني ان شاء الله نتكلم فيها بعد الماتش، ولكن نادي الاهلي ليه اهداف، عايز ينهي الموسم ان شاء الله ان شاء الله بدون اي خساره ان شاء الله. فاضل مباراتين، النهارده مباراه قدام بيراميدز، ويوم الاربعاء ان شاء الله قدام النادي المصري البورسعيدي. بعد ان شاء الله ما ننهي باذن الله ننهي بدون هزيمه للموسم الثامن في تاريخنا او في تاريخ النادي الاهلي في 43 بطوله، في مواصله بعد كده او تواصل بعد كده في كاس مصر مواجهه الداخليه يوم 30 ان شاء الله يوليو. طبعا احنا شفنا الايام اللي فاتت ان النادي الداخليه طلب رسمي من اتحاد الكوره تاجيل المباراه، والنادي الاهلي وافق، لكن تم رفض الطلب من اتحاد الكوره رغم ان الداخليه ظروفه صعبه جدا جدا جدا، لان بعد ما ضمن ان هو باقي في الدوري اللعيبه رجعوا لانديتهم، وكمان عنده لعيبه او معظم اللعيبه عنده اعارات والاعارات انتهت، لكن اتحاد الكره تمسك بقراره قال الماتش يوم 30 يبقى يوم 30، مفيش وقت. وانا هقول لحضراتكم بعد كده مفيش وقت ليه، لان السنه الجايه كمان محتاجين وقت علشان البطولات، يعني هيبقى في فرق 4 شهور وشويه عشان نكمل البطولات المحليه في مصر، معرفش هتيجي ازاي. اللي هيفوز بقى من الاهلي والداخليه ان شاء الله عنده مباراه في الكاس مع المصري يوم 3، يعني احنا بنتكلم على 11 شهر متواصلين في 6 بطولات، 6 بطولات. لكن ان شاء الله نادي الاهلي ان شاء الله يكمل مسيرته ويكمل احتفالاته بان الموسم ان شاء الله ده يبقى الموسم الثامن في تاريخه بدون هزيمه، بالحصول على درع الدوري بدون هزيمه في تاريخه ان شاء الله. هنطلع لفاصل، بعد الفاصل نستقبل ضيوفنا الكبار اللي هيشرفونا، كابتن علاء ميهوب، كابتن اسامه عرابي، كابتن عادل عبد الرحمن، وكابتن احمد بلال. انتظرونا.
القديم بنرحب بنجومنا الكبار اللي مشرفينا النهارده كابتن علاء ميهوب. مساء الخير يا كابتن منور. الحمد لله كابتن منور، الحمد لله كابتن اسامه عرابي. منور يا كابتن، ازيك؟ والبخله في ابن اخوك. الحمد لله على كل شيء. محمد صديق مرحبا. الحمد لله رب العالمين. كابتن ازاي؟ اهلا بيك. الحمد لله كابتن احمد بلال، نورنا يا كابتن. الله يخليك. ازيك كابتن ايمن؟ الله يخليك. الحمد لله بالسلامه. الله يسلمك يا كابتن، ربنا يخليك. كابتن علاء، ما زالت الافراح مستمره وما زال الدوري مستمر. يعني يمكن انا كنت بتكلم على الدوافع الفتره دي. تحس ان يعني مش تشبع بس خلاص، الموسم طول قوي، حسمت البطوله، ما تكسبش كل الماتشات حتى وانت حاسم البطوله، حتى وانت افضل من الفرق اللي انت بتلعبها. وما تلومش اللعيب. ما هو انت قلت كده من حلقتين. يعني ما اقدرش الوم اللعيب. يعني بجد اللعيبه في حاله تشبع تام يا ايمن من المباريات وضغط المباريات وطول الموسم، وحتى الدوافع البطوله انت الحمد لله حسمتها من بدري، فالدافع الاكبر ليك بالنسبه لك انت خلصت الحمد لله. مظبوط. فكل اللي جاي بعد كده طبعا بتلعب انك بتغير على فرقتك، مش عايز تخسر ان ده النادي الاهلي، لكن ما تقدرش تضغط على اللعيبه اكتر من كده، ما تطلبش منهم اقصى حاجه، يعني ما تطلبش منهم ان يعني ينزل يأدي اخر حاجه عنده، لا. دافع النادي الاهلي، دافع النادي الاهلي دايما بيلعب على المكسب على طول، دي اللي موجوده وعمرها ما تتغير، دي عمرها ما تتغير، بقى واخد بطوله مش واخد بطوله، حالتك ايه مش حالتك ايه، دي حاجات تحس ان هي اساسيه مرتبطه باسم النادي الاهلي. النادي الاهلي يعني انت بتلعب على مكسب، بتلعب تمن على بطوله، بتلعب على المركز الاول بالنسبه لك، كل مباراه بتنزل بتلعب فيها مهما كان المنافس اللي قدامك، كل احترام ليه، بلعب على حاجه واحده بس، بلعب على مكسب. عشان كده دايما دي اللي موجوده في النادي الاهلي، الدوافع دي موجوده في النادي الاهلي، ملهاش مش مرتبطه تماما بالبطوله، انت بتلعب عشان تكسب. لكن مش من الذكاء ان اضغط على لعيبه دلوقتي وانت في نهايه الموسم ده خالص. يعني ما تحملهمش فوق طاقتهم، لان هم بص يا ايمن، ما لعيب الكوره هو بني ادم، هي مش اله، بني ادم يعني ليه حدود برضه. انت ماتشات، معسكرات، سفر، مباريات، ضغط عصبي، بطوله في الثانيه، في الثالثه، في الرابعه، في الخامسه، الحمد لله طبعا على كل حال، لكن ما هو انت في الاخر انت بني ادم، يعني عايز تاخد نفس، تهدى شويه. فهم اللي انا بتكلم عليه الوقت ده، دي الحاله اللي فيها لعيبه النادي الاهلي، اللي هو ياه انا عايز اخلص بقى. أيوه. بس اخلص بشكل النادي الاهلي حلو، بس مش اخلص بشكل وحش اسيب. لا لا لا، يعني المباراه السابقه تعادل، بس اللعيبه متضايقه، يعني متضايقه ان هي لا كانت عايز تكسب عشان تكمل سلسله الانتصارات الكبيره قوي في الموجوده، وكون لو في يعني لو ربنا كاتب لك او شويه حظ كنت كسبت. سهله جدا على فكره، يعني كتير جدا جدا جدا. مزبوط. مزبوط. لكن هو خلاص، هو يعني ربنا رايد ان هو تعادل يبقى تعادل، لكن ما اقدرش اضغطه اكتر ولا تلوم ولا لا لوم، لا. الناس دي كلها لازم كلمات تشجيع وكلمات ان هم قدوا موسم ممتاز، لوم لا. لوم على مين يا ايمن؟ لوم على لعيبه الحمد لله حقق كل البطولات السنه دي، على الضغط النفسي اللي هم فيه وضغط عصبي ومجهود بدني مش طبيعي، ده اللعيب العادي. تخيل كمان ضيف ليهم لعيبه المنتخب الموجوده كمان، اذا كانوا المصريين او غير المصريين، وسفر ورايح وجاي، لا طبعا كل الشكر والتقدير لمجموعه اللعيبه دي والمجموعه والجهاز الفني والاداري، وفي الاخر كالعاده زي ما احنا شكرناهم الموسم الاستوديو اللي فات بنشكرهم برده على الموسم الممتاز اللي عملوه السنه دي. صحيح. مش مطلوب اكتر من كده خالص، ما اقدرش اطلب اكتر حاجه، ان انا اصل انا بقول مكسب ده مش بطلب حاجه، يعني ده العادي، ده طبيعي. العادي الحمد لله. أيوه. طول عمرك النادي الاهلي بيلعب على مكسب، فانا ما بطلبش حاجه زياده. صحيح. لكن بطلب انه نلعب على مكسب وتخلص ان شاء الله الموسم ده، وتاخد بقى الراحه بتاعتك وشوف هتعمل ايه وكده، لان موسم شاق جدا جدا جدا، لكن صحيح. على قد طول الموسم والضغط اللي فيه، على قد الحمد لله ربنا كرمنا ببطولات هايله، وموسم دايما بنقول عليه موسم هيفضل في تاريخ للنادي الاهلي طبعا. اكيد صحيح. كابتن اسامه، يمكن كابتن علاء طبعا لك الموسم يعني كان شاق جدا، وكان في مواجهات كتير، كان في بطولات كتير حسمها او حسم اغلبها، ما كانش كلها ما عدا كاس العالم للانديه النادي الاهلي. يمكن في تحدي جديد او رقم عايزين نوصل له السنه دي، ان احنا ننهي
الموسم بلا هزيمه، وده يبقى الموسم الثامن في تاريخ النادي الاهلي في 43 بطوله الفاز فيهم بالدوري العام اللي ياخد الدوري بدون هزيمه. يمكن انت حضرت كابتن علاء بعض المواسم وانتوا لعيبه وانتوا مدربين، طبعا البدايه 7 مواسم للنادي الاهلي حقق فيها البطوله دون هزيمه، موسم الاول 75 76 ويمكن ده الجيل الذهبي اللي يعني حببنا في النادي الاهلي. لو تفتكر كابتن مصطفى عبده وكابتن محمود الخطيب وكابتن زيزو وكابتن ثابت كانت المجموعه دي يعني جيل العظماء. كابتن شريف، كابتن شريف عبد المنعم اللي مش موجود النهارده طبعا طبعا، ناس كتير بس الواحد مش عايز ينسى. يعني 75 76 النادي الاهلي لعب 21 مباراه حقق 17 فوز و4 تعادل. موسم 78 79 نفس الجيل حقق لتاني مره بطوله الدوري بدون هزيمه 22 مباراه، فاز في 14 تعادل في 8. موسم 85 86 الجيل بتاعنا لعبنا 22 مباراه كسبنا 13 وتعادلنا في 9. موسم 98 99 26 مباراه فوز 21 تعادل 5. 98 99 كان مين؟ كان انت كنت تلعب؟ كان هولمان ولا كان مين؟ سوبل. سوبل. اخر موسم ليك اخر موسم ليك ده كان بدون هزيمه. كان سوبل. سوبل سوبل لان بعد كده سوبل كمل سنه بعد ما مانويل اللي هي 2000 مستر مانويل يعني 99 دي 98 99 دي ان انا اعتزلت فيها. هو بعد كده كمل سنه 2000 مستر سوبل وبعد كده مشي وجه. يعني انت حققتها كلاعب مرتين. إيه 85 86 و98 99 2004 2005 مع مستر مانويل 26 مباراه 24 مباراه فوز وتعادل في مباراتين ورقم قياسي في عدد مرات الفوز 17 مباراه متتاليه. دي برضو كنت متواجدين في الجهاز؟ لا كابتن علاء كنت متواجد في الجهاز. كان اسامه. كان اسامه انا احنا جيت بعد انت جيت بعدي انا جيت بعد اسامه كابتن علاء جه بعدي. يعني 2004 5 انا كنت موجود فيها وبعد كده خلاص ما 2005 2006 ده اول موسم ليك بقى في التدريب. برضو 26 مباراه مع مستر مانويل جوزيه 23 مباراه انتهت بالفوز والنادي الاهلي تعادل 3 مباريات دون هزيمه برضو. ده الجيل كمان كان مش طبيعي. ما شاء الله فعلا ما شاء الله. واخيرا موسم 2016 2017 34 مباراه 25 فوز وتعادل في 9 مباريات. النادي الاهلي لسه كنا بنتكلم طبعا على الحوافز والدوافع وان طبعا خلاص في حاله احيانا بيجي لك حاله من الزهق او الملل او التعب خلاص اللي انت حسمت كل حاجه. كلنا مرينا بالفتره دي بالظبط واحنا لعيبه واحنا مدربين مرينا تجديد بالفترة. الدوافع في الماتشين ثلاثه دول صعب شويه صحيح، ولكن انت بتتكلم عن رقم يضاف للارقام القياسيه دي. ماشي. هو طبعا الاهداف الاساسيه اتحققت للنادي الاهلي بنسبه 100% السنه دي. دوري افريقيا 2 سوبر كاس مصر، يعني كل البطولات اللي انت دخلت فيها ولسه الكاس كاس مصر الموسم الجديد والسوبر الافريقي يستكمل والسوبر الافريقي لسه البطولتين. فانت نجاحك بالاهداف اللي محطوطه كمجلس اداره وجهاز اتحققت بنسبه 100% صحيح لغايه دلوقتي. صحيح. دي بقى حاجات اهداف جانبيه برضه يعني للاعب زي انت جيت اهو ذكرت الثمان مواسم اللي الاهلي خد فيهم، يعني حاجات بتبقى في الذاكره تضاف للعيبه اللي موجوده، تضاف للجهاز، برضه تضاف لتاريخ النادي، ولكن مش الهدف الاساسي ولا اللي هيأثر معاك قوي حتى لو النادي الاهلي ما حققش الرقم ده او الرقم التاسع ده بالنسبه للثامن لو كسب الماتشين الجايين يعني النهارده والماتش الجاي. لكن حاجه كويسه برضو انه اكيد في ذهن الجهاز واللعيبه ان اكيد هيقولوا لهم ليه ما نكملش الماتشين دولت، هيحاول مستر كولر وسيد عبد الحفيظ والجهاز سامي والمجموعه بالذات كمان اكتر المصريين ممكن هيكونوا نفسهم يحققوا دي اكتر من الاجنبي حتى هيحفزوهم ان انت تحاول تخلص الماتشين دولت سواء بمكسب او على الاقل او عدم خسارة او على الاقل ما تخسرش. فهدف من الاهداف، وعشان كده انا افتكر ان ممكن مستر كولر يكون هيغير بعض اللاعبين على اساس يعني يخليهم عندهم
دافع ونشاط انه مثلا واحد بقى له ما بيلعبش بقى له ماتشين ثلاثه ممكن يلعبه يبقى عنده حماس انه عايز يكسب يعني واحده من من خلق الدوافع يعني مظبوط. فهو لو اتحقق حاجه كويسه تضاف لينا، ما اتحققتش لا تؤثر في البطوله اللي انت خدتها ولا في الاربع ولا تزعل. لا صحيح. ولا تزعل. جمهورنا عايز يكسب على طول. احنا هنا في الاستوديو نتمنى ان الاهلي يحققها ونكسب او يعني ما نخسرش. كل ده ماشي موجود، لكن اللعيبه بذلت جهد كبير قوي السنه دي وتعبت والجهاز وموسم طويل وشاق. احنا النهارده 23 تقريبا يعني 23/7 يعني خلاص انت داخل على الموسم الجديد يعني قربت اصلا خلي بالك سنتين كده بالظبط وسنتين بقى لك كده. فاللعيبه طبعا مجهده عندها حتى لو مش مجهده بدنيا بيبقى عندها شيء من التشبع. وزي ما قلت لك احنا كلنا مرينا بالفتره دي. بيجي لك وقت في الموسم خلاص بتقول ايه نفسي اخد اجازه، نفسي اريح، نفسي الموسم يخلص. عايز ابعد. صحيح هتروح اسبوع بس ولا خمس ايام وهتبقى بس هتقول ايه اتمنى ارجع تاني الملعب. لانه دي احلى حاجه في حياه اللعيب يعني او في حياه الرياضي بصفه عامه يعني. بس بتبقى عايز تفصل شويه. فانا مقدر الجهد اللي بذلوه اللعيبه والتعب اللي هم فيه، لكن نتمنى ان هي تكتمل ويبقى حاجه اتضافت برضو يعني ايه للتاريخ كده بتتذكر. صحيح. يعني كونك انت تعبت فيها النهارده وجايب الثمان مواسم اللي احنا جبناهم بدون هزيمه فده دليل ان هي اتحطت في التاريخ. فانت برضو هتيجي يوم من الايام ممكن هيقولوا السنه دي اللي هي 2023 دي النادي الاهلي برضو حقق الدوري بدون بطوله، ممكن بعد سنتين، ممكن بعد 10. بس انا فوجئت من 8 مرات خدها مرتين كابتن اسامه. ما شاء الله. من 7 مرات ان شاء الله 8 سنين. ما شاء الله ما شاء الله. طب ليه يعني رقم لا لا رقم بالنسبه لك جيد بتاريخك مع النادي؟ لا بالعكس. انا بقول رقم جيد جدا مع بس هو خلي بالك احنا كلنا اللي قاعدين كل واحد فينا اقل واحد لعب له مش اقل من 10 سنين في النادي يعني كلنا يعني مظبوط. فاكيد النادي الاهلي تحقيق البطولات على في معظم ادارات النادي الاهلي، في معظم مدربين النادي الاهلي اللي جم، في معظم الاجيال اللي جت من اللاعبين، يعني في معظم الاجيال اللي جت كلاعبين. انت لما جيت ذكرت دلوقتي الجيل السبعينات كان جيل عظيم جدا وحقق حاجات كتير. لما اتكلمنا احنا في الثمانينات يعني احنا يمكن علاء ابتدى قبلنا بسنه سنتين لكن يعني يعتبر جيلنا يعتبر جيلنا وبعد كده جه عادل وبعد كده بلال. كل جيل هتلاقيه في بطولات كتيره جدا حققها. في مختلف مجالس الادارات اللي عدت، في مختلف المدربين اللي جم سواء اجانب او مصريين. فهتلاقي المكاسب الاهلي مستمره 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 مستمره. صحيح. فالاهلي حققه السنه دي انجاز كبير جدا ان خد كل البطولات ولكن اضافه لتاريخ النادي الاهلي وبطولاته. مش صحيح. يعني انا اقصد ايه مش حاجه جديده ولا غريبه عن النادي الاهلي وتاريخه. صحيح. صحيح. كابتن عادل انت دايما تكلمني على الارقام ودايما تكلمني عن الانجازات. هو ده انجاز من ضمن الانجازات ولكن الانجاز الاكبر ان انت تاخد البطوله وده اللي اتحقق. ده حقيقه. ففي بعض الاحيان مش عايز اقول الخساره او انك انت تنهي الموسم، طبعا تنهي الموسم بدون هزيمه احنا كلنا بنتمناه. ولكن احيانا وخصوصا في نهايه الموسم خصوصا بعد ما انت حسمت البطوله انتوا من حلقتين قلتوا لي ده ما بيبقاش فكر المدير الفني الاجنبي، ممكن يكون فكر مدير فني مصري. ولكن اللي احنا بنشوفه من مستر كولر في المباريات الاخيره لا تحس ان هو فكر المدرب المصري في دماغ مستر كولر مصر بالظبط. طيب طب هفاجئك يعني خليك تتفاجئ. فضل. دلوقتي تتفاجئ. انا بقول ان انا ما يهمنيش ارقام، انا اللي يهمني الموسم القادم تداخل على معترك خطر جدا جدا الموسم الجديد. انا احسبها حسبتين. ماشي. الحسبه الاولى ان انا لازم اكسب على طول وافنش الموسم بدون هزيمه. الحسبه الثانيه
انا عايز اريح عشان اعمل موسم جيد. كويس، خلينا نبقى متفقين، اللي خلاك تأدي الاداء الكويس ده ايه؟ الراحه السلبيه اللي خدتها اللعيبه. مظبوط، صح ولا مظبوط؟ هي عده عوامل بس من ده من ضمنها يعني ده اهم. لانه اي بص، اهم عنصر في اللعبه هو اللاعب اللي هينفذ لك اللي انت والملعب. يمكن اللاعب اهم من المدرب كمان دايما، لانه احيانا اللعيب بشيء من الحماس ممكن يكسب مباراه الثانيه. المدرب بينظم وبيحمس وبيعلي وبيقلل وبيطور كل الحاجات دي. لكن خلينا نتكلم على القادم. ماشي، خلينا نبقى محترفين بزياده شويه. كويس، لانه العصر ده عصر بطولات كتير. انت السنه اللي جايه مضغوط ضغط قوي للغايه، ده لو الموسم كمل كمان. عندك كاس عالم، صحيح، عندك دوري افريقيا، وخلي بالك النادي الاهلي حظه بيبقى وحش جدا. اللي بيعمله النادي الاهلي ده اللي بيخلي الضغط عليه ازيد. بمعنى ايوه، انا دلوقتي بلعب قدام النادي الاهلي، فده ماتش الموسم عمر بالنسبه لي. تخيل ان حتى في افريقيا وصلت الفرق لكده، وصل الفرق للوداد او الترجي او الفرق دي كلها بتعاوزه تعمل عليك انجاز انك تكسبك كنادي اهلي، وانت اللي حطيت نفسك كده. كل مباريات الدوري هتلاقي الفرق، انا بتفرج على ماتشات في الدوري فرقتين بيلعبوا بعض، بستغرب دي الفرقه دي تلعب الاهلي. يعني انا الفرق اللي بتلعب الاهلي لو بتلعب كده طول السنه اضمن ان هي تاخد بطوله. فانت الصعوبه اللي النادي الاهلي حط نفسه فيها، فانت لازم يجب انك انت يعني تحط في دماغك الاجازه ازاي تعملها، ازاي تريح اللعيبه، اهم من اي رقم. خد بقى الناحيه الثانيه في المقابل، النادي الاهلي عنده عدد من اللاعبين كافي جدا، دي فرصه كبيره قوي ان الناس دي تاخد ماتشات كتير. ده وجهه نظري، بمعنى انه لازم يريح لعيبه كتير ويريح بالتبادل. ما هو انت مش تعرف تعمل الراحات اللي كنا بناخدها 40 و30 و35 يوم و20 يوم و25 يوم. انت لازم هتاخد الراحات المتقطعه اللي انت تقدر تريحني اسبوع وتريح التاني اسبوع وتريح التالت اسبوع، وتدي اسبوع مجمع مع اللعيبه لو انت عايز تكمل الموسم القادم. والموسم القادم اهم من الموسم الباقي من الموسم ده، لان خلاص احنا حققنا كل احلامنا الا السوبر ومباراه السوبر. انا بعتبرها الموسم الجديد، لانك مش تعرف بعد مباراه السوبر تريح. فانت ازاي توصل لمباراه السوبر ده الاهم عندي. ولكن في اخر الامر اتمنى ان اللعيبه الاخرى حتى لو لعبت بناشئين، احنا لعبنا الزمالك بالناشئين كسبنا 3-2 وسهل جدا. اقول لك حاجه، ماتش 1-0 كابتن علي عبد الصادق اللي جاب الهدف، كان معظم اللي كانوا جوه الملعب على فكره كلهم صغيرين في السن. ما كانش حد يتخطى فينا ال 20 سنه، والناس مش واخده بالها من المباراه دي. بدعوا الناس تتفرج على المباراه دي، هتلاقي كل اللعيبه اللي كانوا جوه الملعب ما عدوش ال 20 سنه. ما كانش في خبرات، ما عدا بس اثنين، الكابتن شوبير والكابتن علي عبد الصادق، كانوا اكبر مننا، وكابتن طاهر الثالث. لكن كلنا كنا صغيرين. نسيتني. لا انت ما لعبتش ماتش واحد. 1-0 1-0 للشوطه بتاعت علي عبد الصادق. صادق الكوره فيه. لعبته ده يا كابتن؟ ماشي خلاص. وصلنا لوسام قعد. لعب ده لعب ما شاء الله، ده ما ماتشات ما شاء الله. عايش من زمان. بتكلم على رقم قياسي ما شاء الله. اه والله. 500 وكم ماتش كده؟ لا لا مش 500. لا مش الدرجه. 300 ولا كام؟ 400 وشويه. 400 وشويه. اه ما شاء الله يعني. 400 وشويه. بس عايز اقول لك حاجه يا كابتن اسامه. لا استنى، عشان انت لعبت موسم كتير جدا، وبقول لك انت جبت بطولتين من غير هزيمه. كابتن بلال جابهم في كام موسم يا كابتن؟ لا بلال برضه جيل كان كويس، سنتين ورا بعض صح؟ اه ما كان جيل برضه. كان بتكلم في ده جيل مش طبيعي. كان جيل مانويل جوزيه، مستر مانويل جوزيه. طب السؤال هنا، مستر مانويل كان بيحفزكم انكم تخلصوا الموسم بدون هزيمه؟ حقيقي كان فعلا بيحفزكم. خد بالك بالرغم ان نهايه السيزون لما بيضمن المكسب بيريح لعيبه كتير. اه بيريحها خالص. اه ده هو كان بيسافر، كان موجودين هو نفسه كان بيرتاح. مش كان ماتش الاهلي والزمالك وسافر وساب الموقف. لا مش بس ده يا كابتن، ماتشات كتيره جدا ما بعد الـ 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 البطوله
خلاص كان خلاص بيدي فرصه للكباتن الموجودين هم يديروا تمام ويسافر هو واللعيبه اللي لعبت كتير تبتدي ايه تاخد بعض الاجازات عشان استعدادات للموسم اللي بعد كده اللي بيتكلم عليه عادل بالظبط زي ما حصل كابتن عادل التاني. خد بالك زي ما حصل خد بالك في المباراه اللي قبل اللي فاتت بتاعت النادي الاهلي لما غير موارد كانت المقاولين اعتقد صح مش كده كانت المقاولين كان تقريبا 60 70% من القوام الاساسي متغير ومع ذلك الحافز موجوده اللعيبه عايزه تثبت ذاتها اللعيبه ادت بشكل كويس صحيح. قدرت تكسب 4-1 وكانت نتيجه يعني على فريق حاصل على المركز الخامس او السادس تقريبا يعني نتيجه كبيره تمام يعني انت عايز تفهمني ان مثلا لما حصل ده ايام خد بالك كان من جواك انت كلاعب خد بالك بيثقلها المدير الفني للعيبه كلها ان انا مش عايز اتغلب ايوه تمام يعني تبذل اقصى مجهود بالنسبه لك علشان تكسب انت خلاص اعتدت بص يا كابتن امين يعني في حاجه اسمها ايه في الكوره بالبلدي كده بيقول لك المكسب بيجيب مكسب والخساره بتجيب خساره انت اعتدت انك تكسب خلاص صحيح. فكل اللعيبه اتعودت ان هي تكسب فكل الحافز كله موجود انا مش نازل انا نازل اعمل ايه نازل اكسب أيه. بس أيه. انا النادي الاهلي نازل اكسب حتى لو كنت حسمت البطوله أيه. حتى لو كنت حسمتها انت برضو نازل تكسب هو النهارده لعيبه النادي الاهلي النهارده في مباراه النهارده او المباراه اللي فاتت هو مش حسم البطوله مظبوط طب هو نازل يعمل ايه نازل عشان يكسب طبعًا. يكسب الماتش طبعًا. يكسب الماتش طبعًا. او على الاقل ما يتغلبش مظبوط تمام لان برضو يعني خد بالك اللعيبه زي ما المدير الفني بيفكر برضو اللعيبه كمان بتفكر أيه. انجاز ليهم لا داخل الملعب كمان جوه الماتش نفسه انا مش عايز اخرج مغلوب ايه اللي يخليني اخرج مغلوب صحيح اللي يخليني عندي امكانيات وقدرات ما طلعهاش في مباراه حتى لو كانت خد بالك حتى لو كانت مباراه وديه دي لقطه لعيبه النادي الاهلي مع بعض الاطفال في مستشفى اهل مصر للحروق يعني لقطه جميله ودايما النادي الاهلي طبعًا. طبعا دايما سباق ودايما متواجد طبعا الاهلي سباق طبعا في كل شيء يعني الاهلي خد بالك من اكبر المؤسسات او يعتبر صح. اكبر يعني عايز اقول مؤسسه عريقه جدا يا كابتن لها تاريخ كبير جدا 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 خلي بالك الدور المجتمعي حريص جدا عليه النادي الاهلي يا كابتن ولسه هينزلوا معاهم كمان بعد كده الملعب ويتصوروا معاهم يعني طبعًا. دور النادي الاهلي خلي بالك مش جوه المستطيل الاخضر بس لا الاهلي جوه مصر صحيح فبالتالي اكيد له دور مهم جدا 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 تمام مظبوط دور اقتصادي دور سياسي دور مجتمعي صحيح. اكيد له ادوار كتيره جدا الاهلي بيلعب ادوار كتيره جدا لان الاهلي مؤسسه كبيره عريقه جدا مين من المؤسسات عدى عليها يعني 100 سنه وشويه زي النادي الاهلي كده يعني صحيح. مؤسسات قليله جدا انت بتتكلم في مؤسسات ومقدرات الدوله هي اللي ممكن تكون عاشت سنوات طويله ومئات السنين مزبوط. فانت بتتكلم على مؤسسه كبيره جدا 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 عدت 100 سنه صحيح. فالاهلي لازم بطبيعه الحال تمام هو جزء مجتمع كبير جدا جدا والاهلي الاهلي عباره عن جمهور ومنتمين واعضاء عاملين ما دول كلهم يعني منتمسين جوه المجتمع بطبيعه الحال يعني وانت النهارده النهارده النادي الاهلي لما بيلعب في البطولات الافريقيه هو بيمثل مين؟ ما هو بيمثل مصر صحيح. تمام فده جزء مهم جدا برضه خد بالك جزء حتى ممكن يكون في الملعب كمان معاهم شيء جميل جدا طبعا يعني صوره جميله جدا طبعا مع يعني برضه عشان الناس اللي بتتكلم على او اللي بتحاول تشكك في المبادئ والاخلاقيات لا الاهلي عنده اخلاقيات ومبادئ عاليه جدا 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 طبعا يعني صحيح صحيح والاهلي نادي مجتمعي خد بالك ايمن كابتن علاء فبطبيعه الحال يا كابتن ايمن خد بالك انت بيبقى انت كلاعب وانت بتنزل للملعب بتبقى برضو بيبقى نفسك عايز تكسب برضو مش عايز تخسر يعني صحيح. عايز تخسر ولا عايز تتعادل ممكن تتعادل ممكن تخسر وارد في كره القدم يعني كل شيء وارد لكن انت بطبيعه الحال بتبقى خلاص نازل عايز تكسب نازل عايز تخرج كل الامكانيات اللي موجوده عندك حتى في المباريات الوديه مظبوط هو احنا ليه دايما لما بنيجي نقيم الاهلي او ندي سلوجان للاهلي بنقول ايه روح الفانيلا الحمراء صح الروح القتاليه اللي اعتدت عليها الروح القتاليه اللي نشات عليها اللي توارثناها احنا اتعلمنا منكم وانتم بتلعبوا بتقاتلوا لحد اخر ثانيه تمام عشان تكسب عشان تجيب بطوله مزبوط. هل ده معناه ان مفيش فنيات اصل في ناس بتقول لك ايه الاهلي روح بس مفيش فنيات لا طبعا في فنيات عاليه جدا كل الارقام بس خد انا بقول في ناس تقول لك ايه اصل احنا مدرسه مش عارف الالعاب وانت مدرسه بيقول لك الاهلي مدرسه الالعاب ما فيهاش لعيب المقولات اللي تتقال للاهلي ما فيهاش لعيب يا كابتن عادل الارقام على مدار الزمن بتؤكد
تمام ان النادي ده فريد من نوعه. الارقام على مدار الزمن انت ممكن في فتره صغيره تحقق رقمين ثلاثه، لكن مش طول الفترات دي كلها. صحيح. مش في انديه كانت مع النادي الاهلي بتلعب زمان وقعت مش موجوده في الوقت الحالي واخدت بطولات. مش في انديه في الوقت الحالي بتلعب واخد البطولات. مزبوط. تمام مش موجوده في الوقت الحالي. مزبوط. هو انت المنافس اللي بينافسك المنافسه على طول ما بينك وبينه على طول في الفروقات قد ايه؟ كبيره جدا. كان الفروقات يعني كبيره جدا اكتر من النص. ده 2003 اكتر من النص. ما انا بقول لك اكتر من النص 60% اكتر من النص. خد بالك في كل البطولات في الكاس والدوري وافريقيا في كل البطولات 60%. انما هو بيحاول يجد لنفسه حاجه يعني تبقى خاصه. بيقول لك ايه انا بتاع المهارات. ايه بتاع مش فاهم يعني ايه بتاع المهارات دي. انا البهارات ولا المهارات؟ المهارات 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 دي جايبينها منين؟ بس طبعا لا الاهلي عدى عليه اجيال كتيره جدا، مهارات عاليه جدا جدا جدا، امكانيات رهيبه جدا جدا جدا، زائد شخصيه الاهلي. زائد الاهلي زائد الشخصيه. الاهلي بيتولد كل سنه صحيح، بيبقى جديد. انت فاهم دي يعني ده اللي بيخلي النادي الاهلي مع تاريخه الكبير. طبعا لا يعني ما هو التاريخ دايما نعتمد على التاريخ ونركن ضهرنا للتاريخ، فما بتعملش صحيح. حاجه لبكره. انا بكلمك الاهلي دائما يتولد كل سنه متجدد، لانه خلاص السنه دي السنه اللي فاتت خلاص بالظبط. عملت ايه السنه دي؟ بيحاسب نفسك على السنه. مظبوط صحيح. وكل والفرق اللي بينك وبين بقيه الانديه يا كابتن ايمن ان انت الناس المسؤوله بتحب النادي الاهلي، بتشتغل لصالح النادي الاهلي. طب ممكن يخطئ ويصيب، خد بالك يعني وارد جدا انك وانت بتشتغل وانت بتدير ده وضع طبيعي تخطئ وتصيب عادي جدا. لكن هل تنكر ان مثلا الناس المسؤوله اللي جت النادي الاهلي كلها ما بتحبش النادي الاهلي؟ ما بتعملش تشتغل لمصلحه النادي الاهلي. الاهلي ما فيش وقت من الاوقات يعني ما سمعناش عمرنا حد كده ايه رفع قضيه على الاهلي عليه فلوس. صحيح. ولا حد بيطالبه بحاجه ولا يعني دايما يعني الالتزام هو طبيعه النادي الاهلي. مزبوط. خد بالك وطالما انت ملتزم بره الملعب فاكيد اكيد ده هينعكس على اللعيبه داخل الملعب، فاللعيبه دايما بتبقى ملتزمه جوه الملعب. انت ما عندكش اي حجه عندك ما يعني ما ينفعش تقول ايه انا ليا فلوس متاخر مش لاعب، اصل مش جاي المعسكر، اصل مش هادي، اصل انا عندي مشاكل ماديه. انت ما عندكش الحاجات دي كلها خالص. صحيح. فدي من نعم ربنا سبحانه وتعالى على النادي الاهلي. صحيح. ان انت ما عندكش المشاكل اللي بيمر بيها معظم الانديه. صحيح. تمام يعني انت براند او البراند، مش هقول لك انت انت البراند الاكبر في مصر في كره القدم. انت نموذج. انت بالظبط انت صحيح. النموذج الذي يحتاج لازم مش في مصر بس على فكره، مش في مصر بس طبعا، وفي الوطن العربي وفي افريقيا بامكانيات. خد بالك انت ممكن في الوطن العربي يكون ناس معاها فلوس اكتر منك كتير جدا. أي. لكن ما عندهاش الامكانيات اللي موجوده عندك. مزبوط. لا صحيح. الامكانيات الجماهيريه ولا الهيستوري اللي انت بتحتفظ بيه. صحيح. طيب كابتن علاء، قبل ما نقول تشكيل النادي الاهلي النهارده، تعودنا من مستر كولر على اجراء بعض التغييرات، تتوقع النهارده التغييرات تبقى فين؟ توقعنا معظمها بتبقى في النص القدام، الخط الامامي دائما الخط يعني. الامامي دايما. تتوقع برضو النهارده الخط الامامي ممكن يبقى في تغييرات يعني المفروض على فكره هو المفروض يبقى في تغييرات كتير. أيوه. يعني احنا دايما نقول ايه النهارده لا المفروض في تغييرات. أيوه. متوقع او اكيد. أيوه. اللي هو انا سالت اكيد في تغييرات يعني. انت يعني ده وضع طبيعي في الوقت ده ده وضع طبيعي جدا. ده لازم. مظبوط. ده مش وضع طبيعي، ده لازم يبقى في تغييرات الوقت. صحيح. فعلا ان الفوارق كتير قوي بين اللاعب وما لعبش اكيد كل ولكن تتوقعها في الخط الامام او معظمها في معظمها دايما في الخط الامام يعني معظمها دايما في الخط الامام. طيب. لكن عمال قول نقول التشكيل. اتفضل. ماشي. يلا. محمد الشناوي حارس المرمى، خالد عبد الفتاح ظهير ايمن، كريم الدبيت ظهير ايسر، وقلبي الدفاع محمد عبد المنعم وياسر ابراهيم. ثنائي خط الوسط الدفاعي محمد فخري ومروان عطيه، ورباعي المقدمه محمد مجدي قفشه، كريستو، طاهر محمد طاهر، ومحمد شريف. مره ثانيه محمد الشناوي لحراسه المرمى، خالد عبد الفتاح ظهير ايمن، وكريم الدبيس ظهير ايسر، قلبي الدفاع محمد عبد المنعم وياسر ابراهيم، ثنائي خط الوسط الدفاعي محمد فخري مروان عطيه، ورباعي المقدمه محمد مجدي قفشه، طاهر محمد طاهر، كريستو، ومحمد شريف. احتياطي النادي الاهلي النهارده علي لطفي لحراسه المرمى، رامي ربيعه، احمد عبد القادر، حسين الشحات، اليو ديانج، علي معلول، احمد القندوسي، رأفت خليل، احمد نبيل، كوكا. ده فريق كامل بره عندك. فريق كامل وعندك ما شاء الله ناس في الملعب ما شاء الله في ناس بره خالص. أيوة. هي دي في الطبيعه دي قيمه الفرقه الكبيره. الفرقه الكبيره والعظيمه في الكوره
هو دايما بيدور على عنده كل اللعيبه بتاعته وقت محتاج الاقيها. بس التدويره في بعض الاحيان من مستر كولر احنا احيانا ساعات ما بنفهمهاش قوي. يعني مثلا النهارده ماتش بيراميدز انا واحد من الناس مثلا توقعت ان هو هيبدا بالتشكيل بالظبط او الغالب بالظبط آه. ما توقعتش بعض التغييرات اللي في الملعب. هو مش بيدور على ماتش ايمن النهارده خلاص، ما بيدورش عليه. لا هو برضو يبص عشان لعيبته. هو الوقت كولر شغله الشاغل انا ازاي رايح اللعيبه دي عشان ان شاء الله اما اجي ابدا الاقي فيه لعيبه موجوده. وفي المقام الثاني انا في لعيبه عايز العبها، عايز اديها دوافع، عايز اديها ماتشات تقيله بلغه الكوره. النهارده ماتش تقيل صح، يعني دايما الاهلي وبيراميدز او بيراميدز والاهلي النهارده عشان ماتش بيراميدز ماتش تقيل. زي ما انت بص انت بتقول ايه، انا كنت متخيل ال 90% القوام الاساسي. أيوه. لان الفريق المنافس فريق قوي محترم عنده لعيبه كتير قوي كويسه. هو عايز يشوف نوعيه اللعيبه بتاعته يا ايمن لما يتحط في موقف زي ده او في 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 مباراه النهارده او في اختبار النهارده ايه هيبقى وضعه لما يلعب مع لعيبه الكره. لعيبه كره كويسه بتحركوا كويس، لهم شكل، ليهم هيبقى شكله ازاي. ما هو بص يا ايمن، في لعيب لما تلعبه في مباراه خفيفه يبان ان هو عبقري زمان، مباراه الثقيله بيهرب، ده مش لعيب نادي اهلي. انت فاهمني؟ أيوه لا ما ينفعنيش. أيوه. زي مثلا اكيد اسامه عارف الموضوع ده وعادل اشتغلوا في تدريب، في يقول لك لعيب بتاع تدريب بس، لكن تلاقيه في الماتشات ما تلاقوش في الماتشات. هو النهارده كولر بيحسبها كده، انا لما ادخل الناس دي في المباراه النهارده الشكل العام هيبقى ايه؟ يعني واحد زي محمد فخر النهارده مباراه تقيله مع انه لعب مباراه الزمالك، النهارده مباراه تقيله. خالد بادئ من بدري بيريح هاني، عن نفس الكلام عند كريم الديبيز بيديله ماتش تاني على التوالي مريح علي معلول. فهو ده اللي يفكر فيه كولر. كولر بيفكر يعني هو عنده راحه تامه من كل حاجه، عنده راحه وخلاص البطوله حسمها. بيبدا يبص اللعيبه اللي موجوده عنده، مين اللي هيستمر، مين اللي هيطلعه اعاره، مين اللي عايز محتاج مين في اماكن معينه. بص يا ايمن، طول ما انت شغال في ظروف هاديه وظروف نجاح كلها انت بتفكر كلها تفكير ايجابي. كلها النهارده تفكيرات ايجابيه. انا عايز اعمل اي حاجه النهارده، انا بفكر ايجابي هعملها النهارده. ما انا اصل انا اما بلعب لعيب بالنادي الاهلي من الموجودين في القائمه انا مش قلقان من حاجه. ما انت موجود في النادي الاهلي، لو انت قلقان كلاعب ومش اثبت لي ان انت موجود في النادي الاهلي يبقى انت الموسم القادم مش عايزك، يبقى مالكش دور. ممكن اطلعك اعاره لحد ما تبقى لعيب تقيل زي ما بيقولوا في الكوره وترجع لي تاني على فرقتي. وحصل كتير قوي، لكن هو بيجرب ويدي لعيب واثنين وثلاثه يشوف الشكل ايه. يعني النهارده كريستو بادئ النهارده من اول مباراه تقيله برده مع بيراميدز، يشوف برده كريستو هو ايه الاخبار، وبدا يديله عشان يخش يشوف اخباره ايه مع النادي الاهلي. هو لعيب صغير محتاج مباريات، بس مباريات متنوعه شويه، خفيفه مع متوسطه مع مباريات تقيله من الاول، مع قويه من البدايه، مع البدايه. دايما اللعيب اما يبدا غير لما ينزل، غير لما ياخد 10 دقائق ربع ساعه، لا النهارده بدون مداء من بدايه المباراه، اتفضل بدايه المباراه النهارده. فهي كلها انا ما عنديش قلق، امور كلها ايجابيه. كل اللي موجودين دول اسمهم لعيبه النادي الاهلي. لعيب نادي اهلي حضرتك لازم تثبت ان انت جدير بالتيشيرت ده في اي ظرف. اما اللعيب الكبير ده بقى لعيب كبير ازاي ايمن؟ اكتشفناه ازاي فجاه كده؟ طبعا اللعيب الكبير ده في المواقف لعب وتعب واثبت. يعني كلنا الحمد لله لما لعبنا في النادي الاهلي ما في ملايين لعيبه عدت علينا صحيح ومشوا صحيح. لكن يعني الحمد لله الواحد كان لان اللي اثر وموجود في النادي الاهلي. لا ده لعيب نادي اهلي، ده ما ينفعنيش. ده زي احنا دايما بيقول لك ايه، في لعيب ينفع دولي وفي لعيب مش دولي. هو كلام مش على فكره، مش كلام في الهواء خلاص، لا دي صح. فالنهارده كولر انا شايف اي تشكيله يعملها ومريح لعيبته طبعا مسموح يعمل كل حاجه، ان هو في الاول والاخر بيدور على ان شاء الله على الاستحقاقات الجايه الفتره الجايه برده مش سهله اكيد. صحيح، فتره صعبه فعلا الفتره الجايه، اللي اتحسمت الامور بنسبه كبيره جدا لصالح النادي الاهلي هذا الموسم. القادم اصعب ولكن ان شاء الله القادم افضل. هنروح لفاصل، نرجع لحضراتكم بعد الفاصل، ارجوكم انتظروا. نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، نقول لحضراتكم مره اخرى تشكيل نادي الاهلي وبعدين تشكيل بيراميدز. محمد الشناوي لحراسه المرمى، خالد عبد الفتاح ظهير ايمن، كريم الدبيس ظهير ايسر، وقلبي الدفاع محمد عبد المنعم ياسر ابراهيم، ثنائي خط الوسط الدفاعي محمد فخري مروان عطيه، ورباعي المقدمه محمد مجدي قفشه، كريستو طاهر محمد طاهر ومحمد شريف، بدلاء علي لطفي، رامي ربيعه، احمد عبد القادر، حسين الشحات، اليو ديانج، علي معلول،
احمد القندوسي، رافض خليل، احمد نبيل، كوكا. تشكيل بيراميدز: احمد الشناوي لحراسه المرمى، رباعي خط الظهر محمد الشيبي ظهير ايمن، محمد حمدي ظهير ايسر، قلبي الدفاع احمد سامي واحمد فتحي. ثلاثي خط الوسط: كريم حافظ، احمد توفيق، محمود صابر، وثلاثي المقدمه: مصطفى فتحي، ابراهيم عادل، وفخري لاكاي. البدلاء: يوسف نادر لحراسه المرمى، محمود عبد العاطي دونجا، اوجو سامويل، محمود جمال، محمد سامي، محمود العربي، يوسف بسطاوي، سيف عزت، ابراهيم شتا. يعني معظم الاسماء اعتقد جديده علينا، ولكن في غيابات بالنسبه لبيراميدز النهارده اكتر من 5 أو 6 لاعبين. كابتن اسامه، نادي الاهلي مغير بعض التغييرات عن المباراه الماضيه. 7 تغييرات. 7 تغييرات تقريبا. مش تقريبا، هي 7 تغييرات. دبيس وخالد عبد الفتاح باكين. مظبوط. بيبتدي بيهم. مروان عطيه محمد فخري بيبتدي. وقفشه، ادي 3. والاثنين الطرف الطاهر وكريستو. طاهر وكريستو. هو شريف وعبد المنعم وياسر والشناوي بس اللي بيلعبوا الماتش اللي فات. بالظبط. ف7 تغييرات، يعني احنا متعودين من مستر كولر من اول سنه بيعمل حاجات زي كده، وخاصه دلوقتي هو ضمن الدوري وما عندوش مشكله في حاجه. عايز يريح اللعيبه الاساسيه اللي بتلعب، عايز يشوف الناس اللي ممكن تكمل، في بعض الناس اكيد عايز ياخد الراي النهائي بقى يكملوا او يروحوا اعارات او كده. يعني عنده اهداف اخرى، مع انه اكيد عايز يكسب، لكن عنده اهداف تانية بيحققها عشان الموسم الجديد. وبرده الناحيه التانية هتلاقيه عمل كده، ما هو برده في الطبيعي ماتش الاهلي وبيراميدز ده تلعب كره اساسيه، غير الاهلي والزمالك بقى من الدربيات اللي موجوده في مصر. مزبوط. يعني اهلي وبيراميدز دلوقتي بقى من الدربيات وكل الماتشات في السنتين الثلاثه اللي فاتوا قوية جدا. صحيح. والنتائج بتبقى قريبة قوي، وصحيح الأهلي كسب أكتر بس بيبقى نتائج قريبة يعني. فبرضه هتلاقي الناحية التانية برضه مغير ناس كتير جدا، وأسامي حتى اللي أنت قلتها في الاحتياطي معظمها مش معروف حتى للوسط الرياضي، يعني هتلاقيهم في بعضهم هتلاقيه في الناشئين، يعني في اسامي اول مره نسمع عنها خالص. بالظبط. فاعتقد الاهداف كله بينهي الموسم، فالاهداف قريبه من بعض، يعني بيشوفوا اللي ممكن يكمل، اللي بيريح ناس عايزه تاخد اجازات، في ناس سافرت اكيد، ممكن واحد زي مثلا الاجانب زي كارتي وتوري، عندنا برضو نفس الشيء، بيريح بيرسيتا وبيريح هاني، بيريح حسين، اسمه حسين الشحات قاعد بره، بيريح معلول، كهربا مريح، كهربا مريح خالص بره القايمه خالص. النهارده التشكيل ده زي ما قلنا المره اللي فاتت، هيبقى في الدافع اللي هو اثبات الذات وكميات جري كبيره، بس هل هيبقى في تجانس كبير من البدايه ولا لا؟ زي ما اتكلمنا على ماتش اللي كان قبل الحرس اللي هو كسبنا فيه 4، الشوط الاولاني كان مولين كان في لخبطه شويه في التجانس، الشوط الثاني فاقوا جدا وابتدت الامور تمشي. مظبوط. فبرضه نفس الشيء النهارده، كريستو بيلعب على الجناح اليمين، طاهر بيلعب على الجناح الشمال او العكس لما يغيروا، شريف قدامهم، في 3 في نص الملعب كتير، شفنا مستر كولر في الماتشات الاخيره بيلعب بمروان او إليو ديانج في 6، وبيلعب فخري يمينه وقفشه شمال، وان كان طبعا قفشه بطبيعه بيغلب عليه الدور، بيغلب عليه دور الطابع الهجومي، فبيبقى رقم 10. مزبوط. لكن هو في الغالب بيبقى فخري في الجنب وقفشه في جنب وديانج في وسطهم. كريم الدبيس شفناه ماتش واحد، يعني هو النهارده قصدك ان مروان عطيه هيقوم بدور مروان عطيه في قلب الملعب، مروان هيلعب 6. ايوه. وهتلاقي فخري يمينه وقفشه شماله، غالبا في ماتشات كتيره بيعمل كده. بس هو قفشه بحكم طبيعه لعبه انه بيلعب رقم 10 بيميل للجزء الامامي اكتر. بس هو لما تتابع الماتش كويس هتلاقيهم بيلعبوا كده يعني.
في خلع فتحه كريم الدبيس في الطرفين. كريم الدبيس لسه صغير، شفناه في ماتش المقاولين لسه ما عندوش ثقة اللعب في الفريق الأول، الانطلاقات مثلا بشكل كبير، الكرات العرضية، لكن هو كان متحفظ وواقف. ما هو 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 ممكن يكون خامة جيدة عشان كده مستر كولر بيديله، ما هو بيديله محتاج ماتشات، بيديله لأسباب كتيرة. واحد بيريح علي معلول، اتنين بيشوف كريم الدبيس ادى قبل كده الأشرف محمد أشرف، بيشوف بقى كريم الدبيس هل هيجي منه ويقدر يعتمد عليه الموسم الجديد ولا لا، ولا هل افكر اعيره، ولا هل افكر اكيد يعني بيفكر في كده. فكريم لسه جاي لنا من دجله وكده من سنه، فشويه شويه محتاج ماتشات، محتاج ماتشات، هنشوف بقى ونقدر نحكم بشكل اكبر. الناحيه الثانيه خالد عبد الفتاح، طبعا كلنا عارفين طريقه لعب خالد، ما عندوش النواحي الهجوميه الغير عاديه، ولكن هو بيعمل جهد. يعني هو تملي عايز ينطلق لقدام وعايز يجري لان هو حماسي وسريع وكده، لكن ما عندوش التركيز بتاع مثلا علي معلول او هاني في الكرات العرضيه، في انه يلعب كره لتحت امتى يلعبها، على القائم البعيد امتى يلعبها، على القائم القريب امتى. دي هو مش متفوق فيها، لكنه عنده حماس بالذات في النواحي الدفاعيه والانقضاضات يعني تملي قلبه قوي. أيوة. وشجاع يعني. أيوة. بتاع مجهود كبير يعني. فكريم الدبيس وطاهر هيبقوا في الطرف الشمال زي ما قلنا، وخالد عبد الفتاح وكريستو ناحيه اليمين. كريستو لعيب متحرك مظبوط، بس هو بيحتفظ بالكره شويه زياده عن اللزوم، طبعا دي برده بحكم سنه، يمكن لما هياخد على لعب النادي الاهلي وهياخد خبرات هيبتدي يعرف امتى يطلع الكره من رجله من لمسه واحده او لمسه لعبه، امتى يتحرك ويسيب الكوره. بس هو تملي طريقه لعبه، ودي شفناها مع لعيبه كتيره، وبعد كده بالخبره بيتحسن. هو عايز تملي يجري دريبل بالكوره يعني. فطبعا دي مش بتبقاش في كل المواقف، لكنه عنده امكانيات يعني ايه، في حيويه وسرعه في الاداء. مزبوط. يعني عكس ومهارة. عكس لعيبه اخرين يعني. فنتمنى التوفيق ليه. طبعا شريف في راس الحربه، فهو يعني تشكيل نسبة التغيير فيه كبيرة، ولكن يقدروا إن شاء الله يعملوا ماتش كويس بإذن الله، ويثبتوا إن هم لعيبة كويسين جادرين بالنادي الأهلي يعني. إن شاء الله رب العالمين. نروح نرحب بكم مرة تانية أعزائي المشاهدين. كابتن عادل، رؤيتك الفنية لتشكيل النادي الأهلي النهاردة والسبع تغييرات، كابتن أسامة، التغييرات متوقعة ولكنها كتيرة كمباراة زي مباراة بيراميدز النهاردة؟ اهو خلاص، ما احنا اتفقنا ان اسم الفريق اللي هيلعبه الهدف الوقت اللي انت فيه. أيوة. انك انت عاوز تلعب لعيبه كتير قوي. يعني انا عايز اقول لك حتى اللي احنا بنتكلم عليهم ده، في محمد الشناوي اساسي الاساسي، محمد شريف اساسي، قفشه اساسي بيلعب اساسي احتياطي، طاهر اساسي، ياسر ابراهيم اساسي، محمد عبد المنعم اساسي، هو اللي ما بيلعبش كتير، مروان اساسي، ومروان مروان طبعا اساسي، مروان أساس الاساسي. يعني انت بتتكلم ده اللي احنا اتكلمنا عليه، انه ان كولر عمل حوالي 17 18 لعيب انت تحتار انك تقول عليهم. يعني انت لو قيمتهم تقييم دقائق ماتشات هتلاقي كله زي بعض اساسي يعني. طب الفروقات مش كبيره. طب لحظه واحده، هكلمك في مركز واحد بس، مركز حراسه المرمى. هل الشناوي محتاج راحات؟ طب كمل كلامك عن الفرق. يعني الشناوي المفروض عايز راحه، والمفروض فرصه ياخد مصطفى شوبير وياخد علي لطفي، الاثنين ياخدوا. ولكن هي وجهه نظر تحترم المدير الفني. هي وجهه نظر مستر كولا ان الشناوي كم؟ بص، هي فيها نوع من تعديل وقت علشان الموسم الجديد، بمعنى فنيه، بتكلم فنيه. ايوه. لما يبقى عندي اتنين بعد الشناوي، انت في واحد ممكن تفضله عن التاني، وفي الوقت اللي التاني ده اشتغل كويس، فانت ممكن تعملها بصوره انه تحل مشكله بالشناوي. انا بكلمك يعني ده ناحيه فنيه، انا ما اعرفش حاجه لكن بكلمك ناحيه فنيه. أيوة. طالما انت عملت دي يبقى انت الرقم اتنين عندك ما اتحسمش، بغض النظر مين هو رقم اتنين. أي.
لكن لو في رقم اتنين كان لازم هيلعب والشناوي يريح، لكن انت اتحسم ما حسمتش لسه رقم اتنين. او بالمعنى الاصح يعني مصطفى شوبير عمل مباراه مباراتين قويه جدا اللي هي بتاعت نهائي افريقيا، نهائي افريقيا، ودي حاجه صعبه للغايه صحيح. يعني دي تخلي جو حارس مرمى ممكن ياخد ثقه يلعب بقى أي. بعد كده صحيح. لانه كان سلاح ذو حدين. انا ما رضيتش اتكلم فيه، يكمل يتبطل او مش يتبطل يعني، يعني بدايه يعني صعبه بالنسبه لك ممكن في امتحان قوي 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 مظبوط، كان ممكن ياخرني الامتحان، لكن هو ادى عمل اللي عليه، عمل صحيح. مباراه عاليه جدا. وانا لو كنت مدرب تاني ماتش كنت هلعب الشناوي طبعا بره. ايوه مظبوط، يعني لازم انت حتى قلت لي ساعتها اوروبا لازم الاساسي يلعب لاعب الشناوي في اي فريق. لا وكمان الشناوي يعني انت بتتكلم كمان يعني عشان الرصيد بتاع الشناوي كحارس مرمى كبير، لعب اوقات كتير قوي. انت تحسبها بذكائك كمدرب انك ما تخسرش حارس مرمى صحيح. انت اديته اختبار ونجح او انت كسبته صحيح، فلازم الماتش اللي بعده تدي الراجل الاساسي الاساسي الا لو الاساسي متعور صحيح. لكن خليني اروح لك هو كمان يا عادل الثقافة اللي عند مصطفى، عارف ان هو مهما كان كويس في المباراه دي وقدها كويس قوي، عارف ان هو المباراه اللي بعدها هيبقى الشناوي لو سليم، انت فاهمني؟ انا عارف، فعشان كده هو قدها انت عارف بهدوء. ميزه مصطفى شوبير يا كابتن علاء ميزته انه فكره كويس، مخه كبير صحيح، مخه كبير وولد يعني حته التقبل دي مهمه جدا طبعا، وما اثرتش يعني. هو مصطفى لو مش عارف ان النادي الاهلي وفي ترتيب وعارف مين اللي مع الشناوي وعارف ودماغه هايله طبعًا كان ممكن تاثر عليه سلبي بعد كده، لكن صحيح. هو عارف ان هو يعني لا هو عشان كده ادى كويس، خد بالك يا عادل وعشان كده مصطفى ادى مباراه ممتازه صحيح. مش قلقان، مش خايف، واديته هو ثقه، وفي نفس الوقت عارف ان هو بعد كده اكيد الشناوي هيبقى موجود طبعا. بص كمان الحته اللي انا عايز اقولها لك يا كابتن علاء ان مصطفى احسن من كده كتير كمان طبعا. يعني انا اعرفه عن قرب، يعني شفته كتير لعب معايا، لكن هو احسن كتير قوي من اللي احنا شفناه فيه. علشان كده لما لعب يعني انا كنت من الناس المطمنين جدا، كان الشناوي بيلعب عندي في فاينل افريقيا، انا ما اتخذتش لانه انا عارفه الولد في المواقف الصعبه تلاقيه راجل وتلاقيه بيفهم ويعني ولكن خلينا بقى نخش على الحته المهمه بقى اللي هي بتاعت الحته الدفاعيه، محمد عبد المنعم وياسر. ايوه دي اللي انا كنت اتمنى ان منعم وياسر يبعدوا فتره، ويمكن منعم اكتر، انا عايزه يبعد اكتر فتره وياخد رامي وياخد الناس اللي متواجده وياخدوا لو في حد من القطاع تحت ياخد يعني المباراه القادمه افتكر يعني انه يجب ان نلعب فيها كل الصغيرين، لانه انت داخل على مرحله زي ما قلنا صعبه، لكن تكتيكيا النهارده انت بتلعب فرقه عاليه طبعا، فرقه عندها خط هجوم على اعلى مستوى، ابراهيم عادل، فخر لقاي، مصطفى فتحي صحيح، لعيبه كويسه قوي، عندهم ميزه مش في الانديه في مصر كتير. يعني انا بقول لك يمكن اقوى مجموعه لاعبين في مصر بعد النادي الاهلي هو بيراميدز. ايوه بجد، يعني لو بيراميدز بيمتلك الروح العاليه ممكن يعني هو دلوقتي اللي بينافس الاهلي كان في المركز الثاني، فرق كبير، لكن لو عنده روح عاليه بامكانياته العاليه دي كلاعبين هيعمل حاجات افضل من كده صحيح. ولكن في الاخر انا اتمنى ان النادي الاهلي يلعب المباراه النهارده لمجرد انك ما تخسرش صحيح. كابتن بلال هنشوف النهارده مباراه خاصه على الاطراف، من الاوراق الهجوميه الرابحه للنادي الاهلي اطراف الملعب، ولكن النهارده مثلا بيلعب كريم الدبيس وخالد عبد الفتاح، احنا في اوقات كتير بنعتمد على علي معلول ناحيه الشمال ومحمد هاني ناحيه اليمين. نادي بيراميدز بيعتمد بصفه كبيره جدا في الناحيه الهجوميه على محمد حمدي ومحمد الشيبي على الاطراف. هتبقى في مواجهة صعبة بالنسبة لكريم الدبيس وخالد عبد الفتاح في مواجهة ابراهيم عادل ومصطفى فتحي، ومن وراهم كمان انطلاقات محمد الشيبي ومحمد حمدي،
بص، هو الماتش مما لا شك فيه او اي ماتشات بتتلعب مع باريس بتبقى ماتشات فيها نديه. الفريق طبعا محترم، عنده كواليتي لعيبه جيده جدا، مباراتك معاها كلها ما بتبقى، حتى لو كنت كسبان يعني في ماتش كنا كسبان 3-0 تمام وكنا متسيدين اللقاء، ولكن هم برضو موجودين في الملعب. مظبوط. عندهم اللعيبه اللي موجوده عندها قدرات وامكانيات كبيره جدا جدا. صحيح. جداً. فبغض النظر عن النهارده الاطراف مين هيشتغل او مين هيتفوق على مين، لكن المباراه تبقى صعبه جدا. صعبه مش عشان باكين الطرف من هنا او من هنا ممكن يكون لهم دور هجوم. هجوم. صعبه عشان الجناحين نفسهم. تمام، انت بتتكلم في فرقتين يمتلكوا لعيبه بقدرات كبيره في الاجنحه. يعني ابراهيم عادل لعيب عنده سرعه وعنده مهاره. مصطفى فتحي لعيب عنده سرعه وعنده مهاره. الناحيه الثانيه طاهر لعيب عنده سرعه، قفشه لعيب بلاي ميكر بيلعب بشكل كويس وبيكمل في ال 18 بشكل جيد، كريستو لعيب عنده سرعه وعنده مهاره. الكباتن اتكلموا لسه تمام، لسه عشان ما خدش ما لعبش كتير. أي. مش لسه عشان حاجه تانية. أي. لكن هو لعيب بروميسنج. لا لعيب بروميسنج يعني تمام، لعيب عنده امكانيه، عنده كواليتي كويسه، ممكن يلعب ماتش كويس، ممكن يسجل، ممكن يجيب اهداف. هو الفارق عنه ما بينه وما بين مثلا مصطفى او اللعيب ان هو كميه المباريات اللي لعبها او ما لعبهاش، او الخبرات اللي اكتسبها ولا لا. تمام، هو لعيب ما لعبش كتير مع النادي الاهلي، يعني لعب فترات بسيطه، لكن شفناه مع المنتخب بتاعه بيأدي بشكل جيد. صحيح. شفناه في كاس العالم او بطوله افريقيا، لعيب من اللعيبه اللي كان لهم تاثير كبير جدا جدا في لمنتخب تونس. فالنهارده لا، المباراه انا بشوف النهارده يعني حتى ماتشاتنا مع بيراميدز الكواليتي بتاعت علي معلول مش هتبقى موجوده في الاربعه اللي موجودين على فكره، يعني في الاربعه مش بس الاثنين بتوعنا والاثنين بتوعهم، لا في الاربعه. لان علي معلول خد بالك الكوميونيكيشن اللي بتحصل ما بينه وما بين السنتر باك ولاعيبه والميدفيلدرز بتوعك مش هتبقى موجوده في النهارده، مش هتحصل النهارده. يعني علي دايما وهو بيتقدم بيبص، طب مين اللي موجود؟ قال لي ديانج مثلا، مروان، طب بص انا هتقدم، خليك انت غطي الحته دي، حافظ وحافظ اعمل الكفر بالظبط. فانا خلاص بقيت حافظ. مظبوط. ان انا كمدير فني بشتغل في الحته دي، فبالتالي انا بثبت لعيب بيعمل التغطيه على علي معلول. هل النهارده انت هتعملها؟ لا، لان الكواليتي مختلفه، الامكانيات مختلفه. يبقى معنى كده ان هتقلل المتطلبات. تمام من ناحيه الشمال وناحيه اليمين طبيعي، ده وضع طبيعي. هل انت النهارده هتعتمد، هل مثلا كريم الدبيس مع احترامنا للكواليتي والامكانيات بتاعته، هل هو عنده خد بالك بقى الجراه ان يعمل كده يفضل متقدم على طول؟ لا. هل انت خد بالك، هل الثقه اللي عند زمايله هتبقى موجوده زي ما الثقه بتاعت علي معلول ان خلاص اتقدم احنا وانت هنشتغل في الحته دي؟ اعتقد لا. هل يعني بالظبط الربط ما بينهم موجود؟ لا مش موجود. فدي حاجات مختلفه. حتى لو كان هو كواليتي كويسه، مش بتكلم ان هو لعيب وحش، بتكلم على يعني الخبرات، التناسق ما بين اللعيبه، تمام، الهارموني اللي حصل ما بينهم وما بين بعض في اللعب، فده مش موجود. فبالتالي اعتقد انت النهارده هتعتمد زي ما عملت مباراه المقاولين. هل اعتمدت على الباكين؟ لا لا، انت اعتمدت على ايه؟ اعتمدت على الاطراف بتاعتك. مظبوط. واعتمدت على لعيب القلب. صحيح. اعتمدت على كده عشان وكسبت بيهم المباراه دي. مزبوط. اعتقد النهارده كمان انت هتشتغل بالشكل ده. هتعتمد على الطرفين بتوعك الاثنين الوينجرز، لما كريستو وطاهر محمد طاهر وقفشه ومحمد شريف، هم دول اللي هتعتمد عليهم في الناحيه الهجوميه. تمام. لان كمان برضو اليو ديانج كان بيزيد في الحته دي. فمروان ما بيزيدش. فاخري برده مش من اللعيبه اللي بتكمل جوه ال 18. لا، لعيب كويس، لعيب جيد ومتحرك وكل حاجه، لكن برده ما بيزودش في ال 18. التصويبات مش ما بتبقاش موجوده بشكل كبير. احيانا الكرات الثابته في مباريات الاهلي وبيراميدز بتحسم بعض الامور. طبعا مما لا شك فيه. انت عندك محمد عبد المنعم وعندك ياسر ابراهيم، الاثنين بيلعبوا دماغهم كويس. تمام، بيخرجوا يلعبوا في الضربات الثابته، سواء كان الكورنرز او الفري كيكس اللي بتبقى من على طرفين الملعب، لا وبيشتغلوا فيها كويس. فممكن تحسم بشكل كبير، خد بالك. تمام، وعندك كمان النهارده فرقه بيراميدز زي ما الكباتن اتكلموا، احمد سامي واحمد فتحي. ايوه، احمد فتحي ما بيلعبش شمال خالص. مظبوط. فدي نقطه ضعف كبيره جدا جدا جدا. ما بيلعبش بقاله فتره وبيلعب النهارده أنا في قلب الدفاع. خد بالك، ممكن ما يكونش بيلعب بقاله فتره بس واقف على رجله، لكن انا بكلمك في مكان طب مش بتاعه. ما بيوجدش. هل فتحي ممكن يغير؟ هل ممكن يتغير في الملعب مثلا؟ حمدي يدخل جوه وكريم حافظ يلعب ناحيه الليفت واحمد فتحي يلعب في قلب نص الملعب؟ ما يلعبش. في وجود احمد توفيق والله في وجود احمد توفيق ومحمود صبر اعتقد صعبه. في وجود توفيق وصابر باتشيكو عامل جبهه كمان يا بلال.
حمدي وكريم ايوه مظبوط ايوه تفهمني يا كابتن صح ومصطفى يعني حتى كمان الاسماء اللي موجوده يعني في وجود احمد توفيق ومحمود صابر صعب يبقى له دور في نص ملعب ايوه صعب ده مش ممكن يعمل ما يلعبش في القلب كابتن اسامه في نص الملعب احمد فتحي وحمدي هو اللي يضم جوه لعبها قبل كده بس هو في الماتشات دي غالبا في فتره بيراميدز بيلعبوه قلب دفاع لما يكون محتاج يعني لما يكون علي جبر موجود لان الشيبي باك يمين وهو فتحي لعبها في الاهلي قبل كده ولعبها عند لعبها في الاهلي لعبها في الاهلي لعبها في المنتخب ولعبها في المنتخب صحيح طبعا سن مظبوط سن بقى سن ساعتها بس مع كونيه طبعا لاعب احمد فتحي سنتر باك في المنتخب مصر وفي النادي الاهلي بس انا بكلمك في كواليتي لعيب للكرات العرضيه الكرات العاليه لا يعني دي امكانيات مزبوط. يعني مش ده مش معناه هو لعيب وحش لكن انا بكلمك على امكانيات او نواقص في المركز ده في البوزيشن ده مزبوط. تلعب سنتر باك يبقى رقم واحد انا بلعب بدماغي رقم واحد مش رقم اثنين رقم ثلاثه تمام انت في اوروبا من اول اطوال يعني انت مثلا يعني دور على السنتر باكس معظم يعني 80% من اللعيبه السنتر باكس في اوروبا كلها تلاقي بينقي الاطوال مزبوط. ليه لان هو بيعتمد عليه في الحتتين يعتمد عليه في الحته الدفاعيه ويعتمد عليه في الحاله الهجوميه فانت عندك مشكله احمد سامي عنده بطء شويه تمام عنده بطء شويه طبعا وفي كمان حاجه ان الاثنين دول ما لعبوش مع بعض خالص فدي مش ممكن بلعبه. يبقى مشكله في الوقفه في التحرك في التغطيه طبعا ودي ممكن بالزبط. تسبب لهم مشكله كبيره جدا بس صحيح. ده هيعتمد عليك انت كمان وده لازم يستغله النادي الاهلي ما هو ده اللي بقوله هيعتمد عليك انت كمان هيعتمد على جرأتك هيعتمد على مدى الربط ما بين مجدي قفشه ومحمد شريف التحركات بتاعه شريف هيتحرك ازاي التحركات الطوليه التحركات القطريه هيتحرك هيشتغل ازاي هتعتمد على طاهر محمد طاهر دخوله في القلب وخروجه يعني بتعتمد انت عليك كنادي اهلي في التحركات بتاعتك هتشتغل ازاي هم فرقه كويسه في نص ملعبهم قوي بيدافع بشكل كويس اعتقد هيبقى بيدافع بشكل جيد محمود صابر لعيب كويس وعنده ثقه خد ثقه في لعبه مع المنتخب الاولمبي كان اعتقد كان من افضل اللعيبه اللي كانت موجوده وابراهيم عادل برده نفس الموضوع كان من افضل اللعيبه وخد احسن لعيب في البطوله هم عندهم الحته الهجوميه جيده جدا 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 على حسب الدفاعيه ممكن تكون اقل بكتير جدا في جاب كبير جدا ما بين الحته الهجوميه والحته الدفاعيه فالمفروض تستغل الحته دي حتى في وجود الاساسيين بيراميدز دايما بيعاني من الحته دي طبعا صح مظبوط في فرق مشاكل في القلب بالظبط عارف يا كابتن يعني اتفضل انت مصر فيها مشكلتين كبار جدا مشكله في القلب الدفاع وقلب الهجوم مشكلتين كبار جدا 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 خد بالك وفي المدربين اللي هم زي باتشيكو دائما بيدخل في اهداف كتير يعني باتشيكو ما بيهتمش بالحته الدفاعيه كويس مش ما او بالعكس عايز اقول لك ده في ماتش الاهلي اللي فات كان مهتم جدا بالحته الدفاعيه لا انا بكلمك على تاريخه انت بتتكلم عن على مسيرته بشكل عام يعني كمدرب من المدربين اللي بيحب الحته الجمهوريه بس انا بقول النهارده احتمال يلعب بثلاثه هيلعب محمد حمدي واحمد سامي واحمد فتحي علشان كريم حافظ قدامهم كريم حافظ هيبقى من الخمسه بتوع نص الملعب والشيبي برضو بس التلاته دي اعتقد فشلت في مصر يا كابتن اصل تلاته انت عايز تلاته صراع جدا واقوياء جدا يا كابتن وتلاته باحمد سامي واحمد فتحي اعتقد يعني فيها صعوبه شويه صعب جدا دفاعي. يعني صعب جدا يعني فاهم اصل هي تلاته هي تلاته مش تقلب لخمسه يا كابتن قصدك يعني مش قصدي هي تلاته مش عدد وخلاص تلاته امكانيات ومواصفات لعيبه معينه مظبوط انت توظفهم بسرعه يعني بسرعه كده اللي غير الدنيا استاد مع 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 جوارديولا ايه بيلعب ب 3 2 4 1 بس يبص للثلاثه اللي ورا عاملين ازاي يا ايمن بالزبط. المواصفات اللي بتكلم عليها بلال وعادل اللي انت بدور على مواصفات خاصه تنفعك في الثلاثه مش صحيح. اي مش عدد وخلاص صحيح. انا ما بحطش عدد وخلاص صحيح كابتن اسامه سريعا السيناريو المتوقع لحد الشوط الاول الماتش مش هيبقى من وجهه نظري مش هيبقى فيه تحفظ كبير اولا النادي الاهلي مغير عدد كبير واسلوبه انه يهاجم بيراميدز خلاص بقى الثاني ومغير برضه لعيبه كتير هتلاقي المباراه مفتوحه وعندهم قدرات لما يشوفوا لعيب مع احترامي طبعا انا مش بكلم لما يشوفوا ان هم مش عايزين واحد زي مصطفى فتحي واحد زي ابراهيم عادل واحد زي محمود صابر واحد زي حمدي والشيبي بيلعب بينطلق يعمل كرات عرضيه فاكيد هيبقى عندهم جراه وعدم تخوف انه عايزين يلعبوا وممكن يعملوا نتيجه كويسه فانا اعتقد الماتش هيبقى مفتوح يعني مفتوح من الاثنين وهيبقى سجال يعني كابتن عادل توقعاتك للشوط الاول يعني زي ما قال الكابتن اسامه الماتش هيبقى سجال ولكن في كوره كويسه تبقى مفتوحه ما فيهوش الحته الدفاعيه من الفريق ولا جس نبض ولا جس نبض يعني
كابتن بلال ممكن نشوف اهداف مبكره الشوط الاول؟ اعتقد يا كابتن ممكن نشوف اهداف ان شاء الله. كل التوفيق للنادي الاهلي النهارده لتحقيق الفوز. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم بعد نهايه احداث الشوط الاول. انتظرونا.